مشاهدينا الكرام، أحب الرياضة على الوطنية الأولى، أهلا وسهلا مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من سبور شو. عدنا والعود أحمد، ورجعنا في موعد جديد بعد تعودتوا بنا في سهرية كل نهار ثلاثة. نرجعوا نغيروا الموعد إلى سهرية كل يوم أربعاء إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا أوفياء كالعادة لسبور شو وللتلفزة الوطنية. أبرز مواضيع الحصة والطبق الرئيسي لسهريتنا الليلة إن شاء الله. في كرة السلة، الاتحاد المنستيري يضيف الكأس إلى البطولة، يتوج بالثنائي الثالث على التوالي ويقتحم من جديد المغامرة الإفريقية في البال. انتخابات جامعة كرة اليد، تفرز فوز قائمة كريم الهلالي، رهانات وتحديات كبرى تنتظر قائمة الإصلاح. وفي الدوس الليلة إن شاء الله، صباح العنف يخيم من جديد على الرياضة التونسية، والعدوى تصيب رياضات القاعات. وفي الكرة الطائرة، الترجي الرياضي يفشل في المحافظة على اللقب القاري، وبالشيخ والكعبي يعتزلان بعد مسيرة حافلة. إذن هذا الطبق الرئيسي لحصتنا الليلة، إلى جانب طبعا مواضيع أخرى متعددة ترقولها صحبة ضيوفنا. طارق العليمي مرحبا بك. دليل أهلا وسهلا بك، مرحبا بالضيوف الكرام اللي نترك لك المساحة باش تقدمهم أنت، ومرحبا بالناس الكل اللي اختاروا الوطنية اليوم. إن شاء الله سهرية طيبة ورايقة للجميع. إن شاء الله. لبيب الصغير مرحبا. مرحبا بك محمد علي، مرحبا بالضيوف الكرام، تحية لكل مشاهدينا، إن شاء الله يستمتعوا بسهرة رائقة وطيبة إن شاء الله. الفائز بيمكن أسخن انتخابات تعرفها جامعة كرة اليد كريم الهلالي، مرحبا بك. مرحبا بك محمد علي، ومرحبا بالضيوف وكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. مرحبا بك كريم. منير الزويبي مرحبا بك، زميلنا الإعلامي المختص في كرة اليد، مرحبا. مرحبا محمد علي، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل الحضور وبكل المشاهدين. مرحبا بكم إذن الناس الكل. البداية كالعادة في سبور شو بصورة الأسبوع، والصورة المرة هذه لواحد من الرجالات اللي خدموا في الخفاء الرياضة التونسية، واللي ودعتوا الرياضة التونسية وعائلة الرياضة في الساحل بصفة عامة. محمد دريس، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، الرئيس الشرفي، الأب الروحي، الداعم التاريخي لفريق النجم الرافي الساحلي اللي توفى اليوم العشية كما قلت. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، إن شاء الله يرزق عائلته جميلة الصبري والسلوان. طارق العلامي، واحد من الناس المدعمين الكبار للرياضة التونسية، من النجم الرياضي الساحلي، من القامات الكبيرة في الرياضة، رغم أنه ما توليش رئيس النجم الرياضي الساحلي إلا أنه كان الرئيس الشرفي كما قلت، الأب الروحي والمدعم الأول والداعم الرئيسي للفريق هذا. بالضبط دلي، ربي يرحم سي محمد إدريس وينعمه ويجعله من سكان الجنة إن شاء الله، وربي يصبر أهله وذويه وأصدقائه وأحبابه. هو ليس فقط فقيد الرياضة، لأنه سي محمد إدريس كان واحد من مناضلي ومن محق الناس لحق استقلال البلاد. تعرف لي سي محمد إدريس تحكم بعد أحداث جان في 1952 بالإعدام من قبل المستعمر الفرنسي. تعرف أنه سي محمد إدريس هو رجل أعمال بناء القطاع السياحي وحط بصمته في القطاع السياحي وكذلك القطاع الفلاحي، وكيف كيف رياضيا الناس كل الدولة على رئاسة النجم الساحلي إلا ولقات في سي محمد إدريس الداعم الأول، قد يكون الوحيد المالي لعائلة النجم الساحلي. الناس كل طرقت الباب نتاعه مهما كان، سواء عائلته ولا من خارج عائلته، لو كان هو الصدر الرحب لدعم بكل ما يملك النجم الساحلي. ربي يرحمه وينعمه، وإن شاء الله كما نقوله من دنيته الجنت، وإن شاء الله وربي يصبر أهله وناسه، والناس هذوما يخليوا أثر كبير. نهار آخر تقول أنت ماذا يمكن لي أن أترك من أثر في هذه الدنيا، وقت تشوف شنو هو الفيكول كامل اللي عملوا، وليس فقط رياضيا. قلت لك قاوم الاستعمار، حكم بالإعدام، أسس البعد الإنتاجي الاستثماري السياحي وكذلك الفلاحي، كان موجود في الرياضة. ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله من دنيته لجنته. سي كريم، سي محمد إدريس هو رمز في جهة الساحل وفي سوزة، هو رمز
رمز من رموز النضال الوطني من أجل الاستعمار من أجل الاستقلال، كما قال طارق معناتها حكم بالإعدام من طرف المستعمر بعد أحداث ثورة 18 جانفي 52. هو رجل أعمال ناجح ومن الناس اللي وضعوا اللبنة الأولى بتاع القطاع السياحي في 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 سوسة وفي عديد مناطق الجمهورية. هو مسير في النجم السياحي ومرجع إلى جانب تقريب حامد الدكتور حامد القروي الله يرحمه. سي محمد كان هو كبير العائلة متاع النجم الرياضي الساحلي، هو مسير فذ، وهو يعني كان معروف كونه منفتح على الناس كله، عاون برشا ناس. تعازينا الحار انا باسم كل عائلة كرة اليد التونسية اليوم نتقدم بالتعازي الى عائلة النجم الرياضي الساحلي الموسعة، الى عائلة الفقيد، الى ابنائه وبناته، الى صهره، الى ابن اخوه. عطات عائلة دريس، عطات رؤساء للنجم الساحلي، عطات يعني مسؤولين وقامات كبيرة، سي عثمان جنايح صهر سي محمد، يعني اسم كبير تفقده ليس فقط النجم الرياضي الساحلي، فقدته كل الأسر الرياضية. منذ أيام ودعنا سيونس شتالي، هو أيضا قامة كبيرة وكبيرة جدا في التسيير الرياضي، وابن عائلة النجم الرياضي الساحلي. أيضا اليوم نودع سي محمد إدريس الله يرحمه وينعمه ويصبر أهله، تعازينا الحارة، وإن شاء الله يعني مسؤولين النجم الساحلي يقتديوا على خطى سي محمد. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه مرة أخرى سي محمد إدريس، كما قلنا إن شاء الله ربي يرزق أهله وذويه جميلة الصبري والسلوين. في خبير فرشك الليلة، النادي الإفريقي يستغني عن خدمات منتصر لوحيشي بعد الهزيمة ضد النجم الرياضي الساحلي. لبيب، منتظر الإقالة خاصة بعد الهزيمة اليوم ضد النجم الرياضي الساحلي في رادس، بعد الأداء الباهت للنادي الإفريقي في مباراة اليوم، بعد النتيجة الثقيلة اللي تكبدها الإفريقي في ملعب التايم الهيري بصفاقس، بعد المردود اللي ظهر به النادي الإفريقي في مرحلة التتويج، دخل الأولاني بعد 5 جولات يلقى روحه في المرتبة الرابعة، مسجل كان هدف وحيد في 5 مباريات قبل 5 أهداف، مع تغيير اليوم للرسم التكتيكي في ظرف 4-5 أيام يمر إلى رسم تكتيكي جديد 3-5-2 مع 6 تغييرات كاملة في التشكيلة، يعني أكثر من نصف الفريق يتغير مع تغيير الرسم التكتيكي، ما مشى شيء في النادي الإفريقي اليوم. هذا لا يعني أنه منتصر الوحيش يتحمل فقط مسؤولية هذه النتائج، إنما حتى الرصيد البشري المتوفر عنده معناه كما وكيفا لا يرتقي إلى مستوى سمعة وعراقة النادي الإفريقي، لأنه المدرب ديما يمشي كم. هل يمتلك منتصر لبيب أسلحة باش يحقق نتائج أفضل من اللي حققها مع النادي الإفريقي؟ يعني قلت كان بالإمكان أحسن مما كان، حتى بالرصيد البشري المتوفر كان بإمكانه أن يمنح الفرصة لشبان النادي الإفريقي موجودين تبارك الله، كانوا 6 ولا 5 منهم في المنتخب الوطني للأواسط، فينهم لاعبية النادي الإفريقي. أنت تشوف النجم الرياضي الساحلي، النجم حتى كان يخسر مباراة فانه ربح جيل جديد، ربح مستقبل النجم، النجم اعتبره انه اكبر رابح في هذه المرحله، لانه يعتمد على لاعبين من مركز التكوين، اولاده، ابنائه، شفنا اليوم عديد الاسماء، مش حتى اليوم يعني حتى في الجولات الاولى حتى مع بدايه الموسم، ممكن هذه بين ظفرين غلطه منتصر لوحيشي، وانه يعرفوا انه النادي الافريقي مر بازمه كبيره، وهو المنقذ كان من ضمن برشا اطراف انقذوا النادي الافريقي في الموسم الفارط من النزول، كان ينجم يبني، كان ينجم ياسس على هذه المرحله، وتكون الصراحه مع الجمهور، لانه نقطه قوه الافريقي في الجمهور، كما اليوم بعد هزيمه في ملعب طيب هيري بصفاقس 3-0، وتلقى اكثر من 20,000 متفرج في ملعب رادس في وسط اسبوع، نهار اربعه نهار خدمه، معناها اكيد وانه الجمهور باش يتغشش. شفنا وابل من القرارات اللي انهالت على منتصر لوحيشي، على بنك بودلي النادي الافريقي، على الملاعبيه، راهو مع نهايه الشوط الاول، مش حتى مع نهايه المباراه، يعني فما امكانيه تدارك، لكن المردود كان باهت جدا، لا ينبأ بالخير. هذاك علاش بركان من الغضب بالنسبه لحبان النادي الافريقي والهيئه المديره، في كل مره كانت تعطي وصل الامانه لمنتصر لوحيشي وتعطيه فرصه اخرى للتدارك، ولكن وقفت الزنقه للهرب المره هذه. النادي الافريقي كما قلنا تراجع الى المرتبه الرابعه بعد ما دخل ب3 نقاط حواس، دخل في المرتبه الاولى مع النتائج المسجله، يلزم التغيير، يلزم الرجاء، ولو اني لا اؤمن بالرجاء بالنسبه للفرق الكبرى، ولكن ما عادش نجم منتصر في ظل الظروف الحاليه كما قلت، في ظل الغضب الكبير من طرف الاحباء، حتى
ما عادش القدر وكل قيمة ما عادش تكون موجودة، ظروف ما عادش تكون ملائمة للعمل، ضرورة التغيير. لكن منتصر أعطى للنادي الإفريقي وفي فترة صعبة تسلم مقاليد الأمور الفنية. قال دقائق بعد نهاية المباراة لبيب، فما شكون قال لك ربح الوقت، فما شكون قال كانت تطبح على نار هيت. كيفاش تشوف؟ أنا قلت لك أنا فرصة لأنه يعني بعد المباراة ضد النادي الرياضي الصفاقسي لهزيمة 3-0 الهيئة المديرة جلست مع الإطار الفني، جلست مع الملاعبين، فما حتى خطايا مالية بالنسبة للاعبين. الهزيمة اليوم ضد النجم في رادس بالمردود اللي معناها شاهدناه للنادي الإفريقي، الهيئة المديرة ماذا ستنتظر؟ خاصة كما قلت لك راهو غضب جماهيري كبير وكبير جدا على النادي الفريقي، ممكن لأول مرة أن نشوف الجمهور تاع الفريق غاضب على فريقه بتلك الطريقة ومعناها بتلك الصفة. يلزم إخماد غضب الجماهير لأنه طالب بإقالة منتصر الوحيشي، ومش نستجيب عادة معناها الهيئات المديرة تستجيب لطلب الجماهير، ولكن ما عادش ينجم يعطي حتى شيء في ظل هذه الظروف، معني مكهرب الأجواء أصبحت في الحديقة ألف، وبالتالي ما ينجم يضيف حتى شيء منتصر هو بيده. حتى كان ما قررتش إقالته اليوم الهيئة المديرة، أنا ممكن بنسبة مئوية كبيرة نقول أن منتصر الوحيشي كان سيقدم الاستقالة. منتصر خدم ديما المدرب هو كبش الفداء، لازم الهيئه المديره تراجع امورها بالنسبه للرصيد البشري قبل الموسم القادم وتعمل على الشبان. كما قلت جمهور نادي الفريق متفهم لهذه الوضعيه، من فريق كبير يلعب من اجل تفادي النزول ومعناه وصل لاسوء حالاته في الموسم الفارط، اثناء رجع بشويه بشويه، انتدابات فاشله، برشا اصابات ايضا في الافريقي، من صابر خليفه، حمزه العقربي تقريبا ما لعبش، رودريكو سي، اسكندر العبيدي اليوم، احمد خليل، خروج يعني بلال العيفة. خروج بلال العيفة، الظروف الكل معناها خلات النادي الافريقي يوصل لهذه الوضعيه. هي نقطه انه خروج منتصر الوحيشي من اجل البناء واعاده الافريقي الى مداره الصحيح. واضح جدا. يلا هكا نكملوا مع اقاله منتصر الوحيشي ويمشي واحد من المواضيع الرئيسيه في حصتنا الليله، انتخابات جامعه كره اليد مع هدى المزوغي وبثينه رداتي. يوم استثنائي عاشته اسره الهوند، حركه كبيره، نقاشات جانبيه، تصادم في الاراء، رضا أطراف وغضب أطراف أخرى من سير العملية الانتخابية وأيضاً من ممارسات هيئة الفترة التسييرية. الرهان كبير هو عودة إشعاع كرة اليد التونسية وإعادة الاعتبار لها قارياً ودولياً. اللي يخدم كرة اليد التونسية نحن معاه، كان خلونا نخدم بارك الله فيهم، كان ربحوا إن شاء الله نعاونهم، المفيد معناه نفس راضية ويجي شكون بالحق يحب يخدم كرة اليد، خاطر راك شفتوا معناها النيفو تاعها برشا، ورجعنا برشا نتائج كيب ناسيونال وشامبيونا، ومعناها دياغنوستيك اللي تري نيجاتيف. اليوم ان شاء الله تكون لوكازيون باش نعاود نلمو شمل، وسورتو الانتخابات تصير في اجواء باهيه ومن غير مشاكل، وان شاء الله اللي عنده برنامج صحيح والعباد تعطي فيه ثقه هو اللي نصوتوا له ان شاء الله. علاش مش اللي يربح الاخر ما يقعدش ينبر عليه؟ نعاونوا بعضنا ونصلحوا الهوند واللي في مصلحه الهوند، رانا لازمنا نرجعوا، رانا احنا اسمنا تونس، رانا كنا اسمنا زعزع، توا ان شاء الله ربي يرجعنا في السباق. الناس الكل تعرف معناتها كره اليد المستوى نتاعنا كيفاش تدحرج، معناتها طاح النيفو ولينا فانتيام، معناتها كنا من الثمانيه الاولانيين، ومعناتها واضح معناتها المكتب الجامعي السابق الحقيقه ما كانش فما ان بروجي جو، ما كناش عندنا، ما كانش فما حوكمه، ما كانش عندنا نظره لكره اليد، كانت فما مشاكل في الفتره الاخيره، ما عادش نحكيو تكنيك، ما عادش نحكيو 40-20، ولينا نحكيو محاكم وفصول وهذا مع هذا وذاك ضد هذا، وكره اليد مشات معناتها بين الساقين. ايام قليله قبل يوم الانتخاب المفاجات كانت في الموعد، في الاول اسقاط قائمه اولاد الهوند، ثم رجعت بعد الاستئناف واستكمال الوثائق اللازمه، ثم اسقاط قائمه التحدي ساعات قليله قبل يوم الصمت الانتخابي. الليسته نتاعنا سقطت بعد ما عملنا الحمله نتاعنا كل، وقت البارح ما ساعتين نتاع الليل، معناتها ظاهره اليوم يسقطوا الليسته نتاع اولاد الهوند، من بعد يطلعوا الليسته نتاع اولاد الهوند، ناقصين اوراق، يحطوا الاوراق، بعد هما يطلعوهم ويهبطونا احنا لليوم ماناش عارفين علاش احنا نحاونا من الانتخابات، وقت اللي انا رئيس جمعيه معناتها معروفه وبالرايد الرسمي باللي غابور مورال فينانسي ومصبوبين والدنيا الكل، ونعمل لونجاجمون نتاعي اسمي هنا القناوي رئيس جمعيه، وانت تشكك في الدوله
معناتها فما منهج معين باش يمشي الشخص معين. المفاجآت ما وقفتش لهنا وتواصلت عند تلاوة التقرير المالي، والصدمة كانت كبيرة لكل الحضور، وهو عجز مالي بقيمة 4 مليارات تقريبا بعد أن كان في حدود 30 ألف دينار فقط سنة 2016. عجز زي هو هذايا فيه برشا مخصصات. وقت اللي نعطيكم مثال، إذا احنا فما شكون ممرن قديم شاكي بالجامعة وطالب فلوس، وحتى من غير ما يكون شاكي يكفي مشابعة رسالة ويقول أنا بقى عندي على العقد اللي كان معايا انا بقى 50,000 دينار، وواحد اخر ثاني لاعب تلقاه مشى للابتدائي وشكا مازال ما تعديناش الاستئناف. من المجبور نورم 40 هذه اللي نحكيو عليها معناتها وكل شيء، اللي هذاك يتحسب احتياطي يتحط ويقول عليه مش نخلصوا غدوه. في صوره دونك جمعنا كل ما هو نجم نسميهم انا مخاطر من الجامعه من الناحيه الماليه، وكلهم اليوم هذا كله يتوتاليز اذا تحب 4 مليار كونتون ديرسيس. اما الى حد عم داول الخسائر المتراكمه نتاع الجامعه وصلت قرب 3 مليار دينار. العمليه الانتخابيه كملت في اجواء ممتازه تحت اشراف 12 مراقب، والتشويق ما توصلش برشا لتكتسح قائمه الهلال السباق ب 77 صوت مقابل 29 صوت لقائمه عادل عثمان، وصوره جميله ينتهي عليها اليوم الانتخابي بين الفائز ومنافسه. بون صورة صحيحة جميلة اللي وفات عليها للانتخابات، أما ما وراء الصورة والحديث اللي من بعد الصورة ذاك حاجة أخرى. واقع الانتخابات والصندوق أفرز انتصار ثقيل لقائمتك سي كريم. ندخلوا بشوية بشوية نحكيو على الانتخابات، وقبل الانتخابات كان برشا حديث يتقال عن دهاء كريم الهلالي في اسقاط زوز قائمات منافسه قبل ما ترجع واحده من القائمات. دهاء مش دهاء معناتها شوف كان تحب نحكيه على لا انا ما نجيش نحكي على لا. اي مسالش نبداو بشويه بشويه. اي نحكيه اليوم شوف فما لجنه مستقله للانتخابات. تم يعني تركيزها في الجلسه العامه الخارقه العاده قصها سي احمد الورفلي اللي هو شخصيه قانونيه معروفه وشخصيه مرموقه بالقانون الرياضي، وسيد احمد الورفلي راهو يعني ما كانش متسامح معايا في 2014 ذاك الناس كل حكم ضدي في قضيه شهيره في الكناس، حكم ضدي وقت اللي كان القانون وضع بعد مشينا المحكمه الاداريه وكسبنا الميلان وحكم موسى صديقي تعامل مع ملفات بكل جديه تقدمت. هو اللجنه صدرت بلاغ يوم 29 افريل وقت اللي تختمت الترشحات، قالت القائمات مسموح للقائمات اللي يحب يمشي يطلع على الملفات يمشي يطلع على الملفات يشوف معناتها مشينا طلعنا لقينا بعضنا قايس لفتنا ليهم النظر. خذات اللجنه قرارها اسقطت قائمه وخلات قائمه. نحن قمنا بالاستئناف في اخر مرحله وقت اللي القائمتين زوز عملوا استئناف نحن زاد استئنافنا وذاك قانون اللعبه. اللجنه رجعت القائمه اللي تم اسقاطها اللجنه الوطنيه للاستئناف اللي ايضا ما نعرفهمش اول مره ريتهم نهار اللي عيطولي في اللجنه نتاع الاستئناف ما نعرفهمش بتاتا، ورجعت القائمه ودخلنا زوز قوائم وزوز قوائم ريتوهم اتحدوا مع بعضهم ضد قائمتنا، وهذيك هي الانتخابات في نهايه الامر. يعني العمليه تمت بكل شفافيه، الجلسه كانت منظمه بطريقه كبيره، يعني حتى ادنى تجاوز او هكا ولا هكا ما تم السماح به، والانديه قالت كلمتها واحنا هذاك اللي سعينا له. معناتها توا الناس تحكي على المسار هذا، مسار الانتخابات بدا من فيفري 2021 واخفاء البلاغ نتاع الانتخابات، ولولا احنا وقفنا والقائمه نتاعنا وقفت والراي العام تكلم وسي منير الزويبي واحد من الناس اللي تكلمت وكذا وتصدينا للمرور بقوه اللي كان مبرمج، يعني ما كانت تكون انتخابات. شينا اليوم في انتخابات مفتوحه وذاك كان مطلبنا. زوز قائمات اليوم الانديه قالت كلمتها بكل وضوح وباسبقيه كبيره، بطبيعه يشرفنا هذا ولكن يحط علينا مسؤوليه جسيمه انه الملفات كبيره. الجلسه انتهت بالصوره هذيك. رانا نتنافسوا في نهايه الامر قدامنا ملفات
وقدامنا انتهت بالنسبه لنا الانتخابات، واليوم مرحله جديده، مرحله عمل ومرحله لم شمل باش نواجهوا الملفات. محمد علي سامحني سي كريم، نحب نقول كلمه لهنا في الموضوع هذا، لانه اللوم على كريم الهلالي ونتجاوز نحكيو كلمه ونتجاوز الموضوع هذا خليه يجيبك باش ندخلوا بشويه بشويه في البرنامج نتاعهم، معناها اخفاء موعد الانتخابات الفارطه ويلوموه انه هو اليوم عمل الطعون هذه كلها في الابتداء وفي الاستئناف. علاش انت وقت اللي حبيت معناها تمشي الانتخابات وحدك في الانتخابات هذه، وقت اللي انت رفضت معناها انه القائمه السابقه تعمل انتخابات وحدها؟ ما حبيناش هذا اللوم، علاش ما حبيناش؟ مش لوم، ثم انه محمد علي اليوم مدام هنا كنت تشوفها في الفيتير تقول لك انا معناها اسقطت القائمه بسبب هنا القناوي، ومن بعد تلقى روحها بيتي قالت ان هي ما عندهاش ما يثبت اللي هي رئيسة الجمعيه، وتلقى روحها ان موجوده تنتخب عندها الحق تصوت. كيفاش انسان معناها ما عندوش حق الترشح وعنده حق الانتخاب؟ الانتخاب واضح. واكثر من هيك القرارات اللي خرجوا نتاع لجنه معناها لجنه الانتخابات ولجنه الاستئناف في نص الليل، وفما قائمه ما لقاوش الوقت باش يستانفوا. ايه شنو يستانفوا؟ القائمتين اثنون عملوا استئناف، الجلسه العامه نتاع 27 مارس عملت زوز درجات نتاع التقاضي، فما لجنه مستقله للانتخابات خارج قرار وطعن يقول قدام اللجنه الوطنيه للاستئناف، ما فماش امكانيه لطعن ثالث. علاش طعنت؟ انا قلت لك من الاول ما طعناش، فماش طعن معناتها من الاول، فما لفت نظر لقينا وثائق منقوصه في الملفات. هو لفت نظر في شكل طعن، لكن من بعد اكدت واللي هو طعن وبرا طعن، معناتها هذاك هو. لا لا هو سي كريم انت مارست حقك في معناها هذا يكفلوا لك القانون، معناها هو سي طارق معناها موسى الحاج موسى هاي طارق اعطينا رايك يا طارق. قايد اعطاك باس اعطاك باس قايد ماهوش طعن، ماهوش طعن، هو لفت نظر الطعون عملناها في الاستئناف. تبقينا احنا حقنا باش كي يبدا فما كنت خايف انك تمشي الانتخابات وحدك معنا سي كريم بالحق؟ لا لا ما كنتش خايف بتاتا، وكنت تقريبا النتيجه نعرفها حسب التقريب، لاني درست الميدان، احنا موجودين في الميدان منذ سنه ونصف، مع دورنا البلاد الكل عارفين النتيجه، عارفين التصويت. حتى لو كانت قائمه تحليل عيادي، انا كنت نتصور لو كانت قائمه تحليل عيادي باش تكون موجوده. لا لا ما نتصورش كان باش كانت باش تكون النتيجه هذه معناها موجوده. باش تكون نفس او حتى الفارق. ما نتصوروش باش ندخلوا في التخمينات. لانه ببساطه لانه قائمه تحليل عيادي قامت بالحمله الانتخابيه ومشات للنوادي وفيها تمثيليه معناها نتاع الجهات نتاع الكل، عكس ربما قائمه سعاد العثمان اللي تمثيليه معناها الاعضاء نتاعها ما كانتش فما تمثيليه للجهات الكل، وما عملتش معناها حمله انتخابيه وما مشيتش للنوادي. شوف المقارنه، لا خليني نقارن المقارنه. كريم الهلالي عملت الحمله الانتخابيه فيها تمثيليه. الحمله الانتخابيه عندها تقريبا عامين معناها يعمل فيها. المقارنه ما بين اللي صار في 2021 واللي صار هذا لا معناتها لا يجوز معناتها، وبعيد على بعضه شيء معناتها ما ينجمش تقارن. فهمتني؟ احنا لا خفينا انتخابات، موعد الانتخابات كان معروف منذ شهر منتصف مارس في ندوه صحفيه، رئيس الجامعه اعلن على تاريخ الجلسه الانتخابيه، تاريخ فتح الترشحات وتاريخ الجلسه الانتخابيه وتاريخ غلق الترشحات، والناس كان قدامها متسامي الوقت باش تحضر ملفاتها وتقوم بالحمله وكل شيء. دونك هذا تو معروف الانتخابات، الانتخابات ماشي فسحه، الانتخابات هي فيها جزء يتعلق بالطعون، ثم في نهايه الامر مشينا للصندوق وزوز قوائم كانوا متحالفين وقائمه عملت حمله للقائمه الاخرى، وفي الاخر الصندوق عطاه معناتها كلمته باريحيه كبيره. ايه الموضوع؟ هاي طارق ناخذ رايك في الموضوع بشويه. اي هو بعجاله في الفتره الزمنيه اللي قبل المكتب الجامعي، بعد تو نتناقشوا معاه على الرباعيه السنوات الاربعه شنو التصور العام لكره اليد وخلاف ذلك. عامين برك سي طارق. عامين سامحني، ولكن اللي حبيت ان نرجع به شويه فيما قبل التصويت وما قبل الزوز قائمات في تجاذب افكار الحقيقه لا اكثر لا اقل. اولا هل انه القوائم المتنافسه لازمها تتحلى ببعد اخلاقي مثالي طوبوي في الجنه؟ لا، اذا كان انا عندي طعون ضد قائمه كريم الهلالي حقي اني باش نطعن فيه. طعنوا في قائمتنا راهو مبدا لفت نظر تيتان هو لفت. شوف موسى الحاج موسى احكينا على موسى طعن ايه هو جلب انتباه يا طارق تو انت رجل قانون. الطعن ما يصيرش قبل ما يصدر قرار لجنه الانتخابات، هذه قال لك امشي وطلوا على الملفات وكان عندكم حاجه قولوا.
الفتن. وقت اللي خرج القرار تاع اللجنه المستقله للانتخابات وقت قدمنا طعون، وهما سيطعنوا قبل في يعني جاولة بيطعن ما عاد فهمني، هما طعنوا في قائمتنا راهو طعنوا في زوز مترشحين بالقائمه تاعنا، تبقينا ما كانش طعن يعني في في محل وهذاك، وانا ما رديش الفعل. سامحني كلمه واحده، الغريب انه سي كريم طعن في ناس كانوا مترشحين معاه في قائمات سابقه. معنا مش مشكل، حقه حقه. شوف اجا نقول لك، خليني ساعة نعاود نرتب الافكار باش نكون انا في نفس التوجه القانوني نتاعي انا. صحيح راهو الطعن هو اللغه القانونيه في الطعن في نتيجه قائمه ابتدائيه قدام الاستئناف، لكن لفت النظر شنو معناها؟ كان قبله لك لا طيحوا القائمه الاخرى، دونك في الاخير انت طعنت في الصحه الانتخابيه لاعضاء الاخرين. موسى الحاج الحاج موسى، سمي في ذلك كل التسميات التي تريده، ولكن انا جيت قلت راهو لبيب ما عندوش الشروط الانتخابيه. ولي الحق في ذلك يا اخي، اذا كان اللعبه قائمه على لعبه قانونيه وانتخابيه واحباء واصدقاء ومحبات وصاحبي ومش صاحبي، بالطبع كيما نمشي لصاحبي باش يصوت لي، كيما كي نلقى خروقات في قائمه جدي اي اسم صالح محمد علي، علاش وجد القانون لاستغلال ذلك؟ اذا كان نجم نمشي للصندوق بقائمه واحده خير من ثلاثه قوائم، هذا حقي، هذا نحب نقوله، يعني ما لازمش نقوله كانه حاجه غريبه ولا ما تجيش ولا غير ممكنه، هو حق قانوني اعطي لكل القوائم باش انها تلفت النظر ولا الانتباه ولا كذا، باش انه جوست نكمل لك، اللجنه المشرفه انتخابات تقول صحيح ولا غلط، بعد اللجنه المشرفه انتخابات قالت راهو ثلاثه قوائم صحاح ويمروا للانتخابات، لولا انه بعد كان ثم طعون استئنافيه، بالطبيعه قائمه اولاد الهوند اللي طاحت في من قبل اللجنه المشرفه انتخابات مشات طعنت ورجعت، وبعدين قائمه السيد علي العيادي اللي هي حظيت بالقبول من طرف اللجنه المشرفه انتخابات طاحت من قبل لجنه الاستئناف، وسي كريم الهلالي اللي هو طلع من الاول وطلع في الاستئناف مشى للانتخابات. فقط نقطه قانونيه، السؤال اللي يطرح زاد اليوم نجمو نحلو ديبا، تعتبر انه قرار اللجنه الوطنيه للاستئناف قابل للطعن ولا لا؟ لا غير قابل، صار بموجب اعطيك راي قانوني لانه الاتحاد الافريقي لكره اليد عنده الاهليه للنظر في الطعون برغم اللي انت حاط انه هو محصن النزاعات الانتخابيه في 27. قلت لك رغم اللي محصن، نعرف اللي هو موجود محصن الدرجه، لكن انا اعطيتك اعطيتك القرار الهرمي اللي جاء من الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي نسال في سؤال اي من الناحيه القانونيه، مش نسال لك من الناحيه القانونيه، طعون القائمات في قرارات قبولها او رفضها ينتهي عند اللجنه الوطنيه للاستئناف كدرجه نهائيه، ثم تصير الانتخابات، يمكن في ثلاثة ايام بعد الاعلان على النتائج انه القائمه المنهزمه، لانه يعني الاخرى فقدت معناتها خرجت من السباق او معناتها جمعيه او شاركت في الانتخابات انها تعمل يعني تحتج او تعمل كونتيستاسيون على الانتخابات. هذا ما صارش، فتحت باب عندها ثلاثة ايام الاجيال انتهت البارح، وحتى جمعيه ما عملت كونتيستاسيون، وحتى قائمه سعاد ما عملت كونتيستاسيون، يعني تم القبول تاع النتائج، واليوم رسميا القائمه نتاعنا هي الفائزه نهائيا وانتهت مساله عون. نحب نزيد ناكد على حاجه اخرى، اللي الاتحاد الدولي كلف رئيس الهيئه التسييريه رسميا بمكتوب رسمي انه يكون هو ممثل الاتحاد الدولي في الجلسه العامه الانتخابيه، وسيوسف قرطبي كان حضر الجلسه الانتخابيه بصفته مندوب الاتحاد الدولي ومراقبه في هذه الانتخابات. واضح. باهي سي كريم، ندخلوا بشويه بشويه في البرنامج نتاعك، توليت قبل رئاسه الجامعه واستقلت وترشحت في انتخابات وخسرت وقتها مع مراد المستيري، واليوم ترجع وتفوز بانتخابات جديده، علاش توليت قبل الرئاسه وعلاش استقلت؟ وشنو هو الفرق ما بين الفتره الرئاسيه السابقه نتاعك لجامعه كره اليد والفتره هذه؟ مش نرجع على اسباب الاستقاله، عائله كره اليد تعرف علاش خرجت. المكتب السابق برئاسه سي مراد المستيري اللي كان معايا نائب رئيس والمجموعه حبوا يواصلوا بدوني، انسحبت لمصلحه كره اليد، كنت نجم نقعد وندخلوا في صراعات باش تعود بالوبال على كره اليد، خذيتها انا على لحمي، خذيتها في عظامي وخرجت وخليتهم يشتغلوا. ثمانية سنين غادرت الجامعة في جوان 2014، خليت المنتخب الأولاني في المرتبة العاشرة في العالم في بطولة العالم في إسبانيا، خلينا البنات أبطال إفريقيا في الفتيات بعد 37 سنة، خلينا الأواسط أبطال إفريقيا، خلينا فائض مالي في الجامعة ب 700 ألف دينار، خلينا عقود استشار مع شركات كبيرة وإشعاع للجامعة كبير. اليوم
نرجع بعد. مكتب جامعي اللي هو معاك معناها ورينا وين وصل معناها كره اليد. اليوم الناس سامحني الناس اللي معناها سامحني سي كريم بعد اذنك خاطر انت ديما تحكي كان على الانجازات. راهو كي حكيت على 2014 هزيت بطوله افريقيا نتاع السيدات راهو خسرنا في الجزائر كاس افريقيا ما كناش نتصوروا لحظه واحده باش نخسروه. فما صحيح عند بعض الانجازات لكن زاد اللي صار في المكتب الجامعي السابق راهو عندك جزء فيه. معناها صحيح فما معناها كيما نقولوا اهون من معناها من اللي صار توا ما كانوش العجز فما 4 مليارات وما كناش نجوا اي تو نجيو نحكيو عليه للعجز هذاك نحكيو عليه خليني نكمل بعد فيها الموني خليني نكمل ما تقص علي خاطر كي تقص علي انا نفقد الواحد فهمني نحاولوا نرجو سي كريم باش نطرقوا لبرشا مواضيع رجعت لي للتاريخ انا قلت لك اليوم لازم تتوضح الصوره بصوره معناتها توضح بصوره بطريقه واضحه جدا. انا خرجت قلت في 30 جوان هذه هي الارقام وهذه هي النتائج واصل المكتب الجامعي اللي قعد بعدي انا 8 سنوات اليوم ريتو العجز الارقام ريتو كره اليد وين وسط اليوم رجعنا باش نحاول وانا ذي نبهت له راهو في 2016 الحمله الانتخابيه في 2016 زاد كيف كيف دورنا البلاد الكل وقلنا انا واحد من الناس استشرفت كونه باش نوصلوا للنتائج هذه واليوم وصلنا رجعنا بعد اللي صار في 2021 وبعد المسار الانتخابي مجموعه من خيره ابناء كره اليد المسيرين يجمعوا ما بين الاشعاع وما بين الخبره وليد هوند باش نحاولوا نرجعوا اليوم القطار للسكه ونرجعوا كره اليد الى وين كانت عليه وين يعرفوا عليه التوانسه. واضح وتو نحكيو في البرنامج نتاعك وكيفاش باش ترجع كره اليد الفين يعرفوها التوانسه. حكينا على العجز خلينا نحكيو شويه ونتفاعلوا في النقطه هذه. جاوبني بايه ولا كنت تعرف قيمه العجز هذايا قبل والا لا سي كريم؟ انا اعطيت ارقام تقريبا في نوفمبر 2020 21 قلت العجز في الفتره هذيك تقريبا في 2.5 مليون دينار قلته في الاعلام وقلته في ودو كتبت عليه. اليوم من 2020 اواخر 2020 لليوم العجز وصل تقريبا 4 مليون دينار. واذا كان ما ناخذوش اجراءات وما نتحركوش باش نوقفوا النزيف هذا العجز بخصوص ال 5.6 مليون دينار. باهي نحكيو على العجز هذا لانه يعني وقت اللي نحضروا في الحصه انا بحثت زاده في الموضوع لهنا زاده القائمه ولا المكتب الجامعي السابق يقول لك ما هو ذنبي انا في العجز هذا وقت اللي مع تفسره لي حتى كيفاش جاء العجز هذا يقول لك احنا وقت مجدولين شيرني وزيره للرياضه نقصت لنا في ميزانيه جامعه كره اليد ب 350,000 دينار. 350,000 دينار في 4 سنين يجيو 1,400,000 دينار في تنظيم بطوله افريقيا لكره اليد بتونس وقتها تمويل من الوزاره ومن الجامعه وكل شيء. الوزاره كانت عندها بعض الصعوبات الماليه وقتها سونيا بالشيخ وزيره للرياضه تتصل برئيس جامعه سابق تقول له اعطيه 500,000 دينار هذوما تو بعد نرجعوهم لكم وما نرجعولهمش ال 500,000 دينار. دول لي بروفيزيون في الـ في الـ في, الـ في الجامعه معناتها يقول لك فما ديزيكيبمون فما حاجات احنا عندنا ستوك في الفيدراسيون موجودين اليوم المستشهر تبدل ما عادش نستعملوه مزود الاثمان نتاعهم يدخلوا ايضا ونبدلوا المستشهر كعاجز ونبدلوا المستشهر هما بدلوا معناتها انت تو شنو اي ليه معناتها شوف ما هما مش حاضرين معانا لهنا إيه سي كريم باش زاد باش ما تكلهمش التهم وما فماش شكون يجاوب لهنا فقط خاطر حملوهم برشا مسؤوليه العجز هذا هما فسروا وقال زاد شنو ذنبنا احنا زاد فما سامحني لبيب فما 90,000 دينار وقتها حقوق بث بطوله العالم وقتها التلفزه التونسيه والجامعه والوزاره التلفزه التونسيه والجامعه دفعوا الفلوس وقعدوا فلوس الوزارة خلصتهم الجامعة 90,000 أورو تقريبا 300 مليون توانسة يقول لك زاد هذوما تضافوا العجز هذاك علاش كبر العجز هذا يا لبيب وخليه سي كريم يتفاعل معنا في النقطة هذه 350,000 دينار معناها نقصت من ميزانية الجامعة وهي نقصت للجامعات الكل مش الاستثناء بالنسبة لجامعة كرة اليد. أنت كنت تصرف في مليار نقصت الميزانية نتاعك لازم تتصرف على حسب الميزانية اللي موجودة مش لازم تتصرف انت على اساس وانك عندك مليار تتصرف على اساس عندك 650 مليون باش تجيب مدرب تراعي الاجره الشهريه نتاع المدرب عندك بريمات نتاع ملاعبيه لازمك تتصرف مصاريف لازم تنقص منها هذاك هو المعبول به تقريبا في كل الجامعات الرياضيه اللي نقصوا لها فلوس معناها تتنقص من عندك كنت شهريه معينه في الدار تصرف في مليون نقصت الشهريه تقعد تصرف في مليون وتبدا تقطع
تقترض وتقترض وبعد تقول لا والله الدوله كانت تعطي فيه في مليون ولا تعطي فيه 650 نقعد على نفس المستوى. هذه حاجه بالنسبه لل هذه المليار و400 اللي حسبوهم. بالنسبه للوزاره وزاره الشباب والرياضه راه مش مع كره اليد فقط تتملصت من مسؤولياتها في دعم التظاهرات الرياضيه مع كل الجامعات وعندها كلمه مشهوره ادفع تورجع لك في خبري كان مع كل الجامعات الرياضيه. توا حاليا عديد التظاهرات في برشا جامعات ما عندناش فلوس تصرفوا ترجعوا لكم ما دام فماش حاجه مكتوبه وثيقه رسميه انسى انسى مسنه لسنوات. تنقول الموضوع هذا مهم برشا هنا انا نقول عن سوء تصرف تاع مسؤولين. اذا كان ما عندكش في الميزانيه انك مش لازم تظاهره مش لازم تنظمها انه كانت فما اعتمادات من الوزاره. اذا كان عندك ميزانيه تم اعتمادها من الوزاره ب 600 مليون على قد الكساء مدوا رجلي. واضح كلمه واحده بالله سكري منير وبعد نعطيه لسكري يجاوب. كره اليد راي المنتخب معناها الجامعه الوحيده اللي فيها المنتخبات معناها في الاصناف الكل بنات واولاد يشاركوا بطولات افريقيه وبطولات عالم. هذه معنى المشاركه ومعنى تراجع الدينار مقارنه باليورو معنى والدولار راهو اليوم اقل مسابقه في الكادات في كوب دافريك تكلف 200 مليون على الاقل. حتى كره الطائره تشارك معنى تراجع المنتخب كيك سوا في بطوله افريقيا ولا في بطوله العالم اثر على المستشارين اللي ما عادوش معنى حتى بالمونطو اللي موجود وما عادوش يخلصوا معنى فما برشا مستشارين. هو تو مستقبل كره اليد يخوف راهو سمعني. يا سي كريم شوف سي محمد شوف مصر في الارقام اللي اعطيتهم خلطت ما بين بطوله افريقيا للامم في تونس 2020 وما بين التسيير العادي تاع الجامعه. بطوله افريقيا الامم في تونس خرجت فيها عجز مالي في حين انه المداخيل دعم الدوله لهذه البطوله بخلاف المداخيل اللي تجي مع عند مساهمه الفرق دعم الدولة المباشر من ميزانية الدولة بلغ تقريب مليار و700 أو حاجة كيف نكي معناتها غير مسبوق. أنا كنت في جامعات ونظمنا بطولات أفريقيا في تونس ماخذينها حتى دينار دعم عند الدولة داكوردو. ما تمش التسويق لهذه البطولة وما فماش مداخيل استشهار اللي خليت البطولة هذه تنجح في حين أن معناتها حدث كبير وكنا نجموا نستغلوه بطريقة مثالية برشا مصاريف. على كل حال البطولة هذيك خاص اللي عمل العجز سي محمد علي هو انخرام ما بين المداخيل والمصاريف. اليوم ساهل ياسر تقول الوزاره نقصت. الوزاره عندها 52 جامعه. كيفاش تعطي الوزاره؟ تعطيك لو مينيموم. داكوردو. باش نرجع لها معاك ومن بعد ومن بعد ومن بعد ومن بعد ومن بعد الجامعات اللي تقدم مشاريع وتقدم برامج استثنائيه تاخذ تمويلات استثنائيه. أنا دخلت الجامعة لا دقيقة سي لبيب مش دايما سي كريم دقيقة سي لبيب أنا نعطيك أنا هذايا عشته خويا أنا هذايا عشته أنا في الجامعة كنت بعض رؤساء الجامعات ياخذوا اعتماد أنا حبيت نتعامل معاه في النقطة هذه نعطيك مثال نعطيك مثال إي ما نعمموهاش مش الجامعات الكل سي كريم في 2010 2011 أنا كنت في الجامعة كان عنوان الثاني تاع ميزانية المنتخبات مليون دينار كما هي اليوم في 2012 2013 مش نفس الظروف وقت اللي تشد عاملين 2016 2017 دعم الوزارة سي كريم لا وحكي عليه خليك تجاوب سي كريم باش نتفاعلوا معاك ما نسيش نتفاعلوا مع بعضنا نتفاعلوا توا خويا نستغل الحضور نتاعك باش نحكيو راه كلها لهنا عندها غير على كرة اليد علاش العجز منين جاء نحكي معاك في نقطة لأني سمعتك أنت وقت تحكي على البرنامج نتاعك حكيت على علاقة متميزة مع وزارة الرياضة ومع اللجنة الأولمبية وقلت حكيت مع وزير الرياضة ويمكن باش نحاولوا نحكيوا معاه باش يزيد يمكن في ميزانية الجامعة التونسية لكرة اليد. ما هناك انك تطمينات ما هيش مضمونة لأنه هي بيدها الوزارة نقصدها في الميزانية نتاعها وما عندهاش فلوس باش تزيد في الميزانية. طيب فوالا أنا ساعة ما قلتش عندنا دعم وعندنا ذي كلام معناتها يسوقوا فيه ناس أخرين مش صحيح. لا قلت عنا دعم استثنائي مع عند الوزير ولا قلت كذا. انا قلت عنا ملف تاع عجز مالي باش نتعاملوا معاه. كيفاش باش نتعاملوا معاه؟ باش نتعاملوا معاه في ثلاثه اتجاهات. شنو سي كريم ما قلتش عندي علاقات طيبه مع وزير الرياضه ومع اللجنه طيبة. الاولمبيه علاقات طيبه مع الناس الكل. اي فوالا مع الناس الكل. قلت الكلام عشان سمعتك انا قلت وي مع الناس الكل. اي فوالا قلت علاقاتنا متميزه بالطبيعه يا اخي احنا نحبوا رئيس الجامعه متعارك مع الهيكل العموميه. نستغلوا العلاقات هذه باش ننميوا الموارد الماليه للجامعه باش نحاولوا
نرجعوا التوازنات الماليه. احنا المحور الاساسي تاع برنامجنا الاولاني هو استرجاع التوازنات الماليه. كيفاش نسترجعوهم؟ باش نسترجعوهم في ثلاثه اتجاهات. باش اولا باش نحاولوا نرجعوا المستشارين التاريخيين تاع الجامع اللي تم ابعادهم من المكتب الجامعي، وهذا سبب من الاسباب تاع العجز. فعنا ناس تخدم معنا من 2003 و2002 و2005، عاشت معنا نجاحات كرة اليد وقادوا معنا إلى حدود 2014-2015، تم قطع العلاقة معهم تعاقدية. ضامن المستشارين سي كريم؟ ها؟ ضامن المستشارين؟ بطبيعة احنا علاش تاخي احنا توا داخلين معناتها بطبيعة الحال باش نهضر باش نبذلوا كل معناتها ما في وسعنا باش نرجعوا ليه لانه فما منافسين ليك معناتها كان عندي حوارات معاهم قال لي اتحدى انه باش يجيب استشارين كبار كريم الهلالي خليهم هذا عندك تحدي خليهم يتحدوا انا قلت لك برنامجنا هو هذا باش نسعوا للتنفيذ وانا الجمعه الجايه الجمعه الجايه عندي لقاء اول ما مستشار بيرج نحكيوا مع بعض هذا اللي نتمناوه احنا من اجل مصلحه كره اليد تحدي شنو باش تحديني في شنو فهمني على توا باش نبذلوا مجهودات كبيره قلت لك خليني نفسر لك شنو هو البرنامج بعد تفاعل عندنا ثلاثه اتجاهات باش نخدموا عليهم عندنا الاتجاه الاولاني استعاده اكبر قدر ممكن من المستشارين تقليديين ومستشارين جدد ما يخرجش لي موجودين سي كريم ما ثلاثش ما يخرجش لي موجودين الموجودين يعني العقود اللي اليوم تم امضائها واللي هي تسمى عقود يعني لا تليق لا بالجامعه ولا هذا باش يتم مراجعتها اما تحسينها او الغائها دونك باش تخرج وتدخل باش تخرج مستشار وتدخل بطبيعه الحال اذا كان في نفس القطاع باش نلقاو عروض اكثر باش نمشيو مع العرض اكثر هذا معناتها نقولوا بوضوح من تو فما عقود تم ابرامها اللي مانيش راضي عليها تم تحسينها ننتظر كونه معناتها ندخلوا موارد استشهار نتاع 1.2 و1.3 مليون دينار في البرنامج قلت موجودين انت يا ذوم قلت دوب مش ندخل باش نفتح قلت لك الجمعه ما قلت لك لما ديت تقول في انت يا مولاي يعني قلت لك للندوه الصحفيه انت قلت لك الجمعه الجاي نهار الاثنين عندي اول لقاء في المجال هذا دونك مش نحكيو بالساعه يا منير عايش خويا فهمتني عندنا معناتها وعود في اتجاه باش تحركوا في الاتجاهات الكل باش نحاولوا ندخلوا تقريبا 1.2 و1.3 مليون دينار من الاستشهار. الاتجاه الثاني هو سنوي سي كريم سامحني بطبيعه هي عقود سنويه بطبيعه الحال سنوي والدفع يكون حيني ولا مقصد كيفاش التصور نتاعك في الازمه الحاليه شركات اللي متفاهمين احكي لك شركات المستشارين المستشار معك ديما يخلصك على اقساط مرتين ثلاثه هذاك اتفاق احكي لك قياسا بالازمه الحاليه الماليه هل انه ثم ناس من المستشارين لحسن تدبير كره اليد يجي يقول لك انا راني معاك وعندي ثقه فيك والعقد السنوي هذا باش يكون يدفع مش على اقساط هل انه هذا موجود والا ينجم يكون اللي يحب ينجم يدفع من الاول يدفع دفعه واحده يدفع اللي يحب يدفع على اقساط ينجم يدفع على اقساط معناتها مرتين ثلاثه هذا هو اما المفيد يكون مبلغ سنوي يعني نحكي على مبلغ سنوي 1.2 و1.3 مليون دينار داكور عندنا الاتجاه الثاني هو المفاوضات مع وزاره الشؤون الشباب والرياضه حول تحسين موارد العنوان الاول وهنا باش نقدموا برامج فيما يخص التكوين احنا اليوم تو نحكيو على مشروعنا الرياضي مثلا الاولويه الان في الشهرين هذوما هو انتقاء 2006 هذا الباب الثاني حاول تتجاوزه شوي لا ما نتجاوزه انت محمد علي ما تعرفنيش بالكدا فهمني ما تعرفنيش في المفاوضات كيفاش انا نقول لك باش نرجعوا ميزانيه العنوان الاول ابتداء من السنه الثانيه ميزانيه العنوان الثاني الى ما كانت عليه على الاقل في 2014-2015 هذا يتاكد منه داكورد كون مؤكد كون تهنى منه هذا دعوه لكل رؤساء الجامعات 600 او 700 الف دينار دقيقه لا تفضل اللي يقدم برامج كيفنا يتفضل احنا باش نتحركوا في الاتجاهات الكل هذا باش يجيب لنا تقريبا 600-700 الف دينار اضافيه للميزانيه بتاع الجامعه المحور الثالث في مستوى التوازنات الماليه هو الاقتصاد في المصاريف ترشيد المصاريف نجم نقتصدوا بكل سهوله 400 الف دينار كيفاش كيفاش عندنا مصاريف التحكيم عندنا استضافه البطولات الافريقيه تو بكري منير حكى على بطوله افريقيا الامم اللي باش نمشيو لها في رواندا اواست واساغ هذا باش تلعب في رواندا كان الجامعه توصي لي كره اليد قدمت ملف ترشح على استضافتها رانا ما دفعناش 250 مليون ورانا ربحنا منها فلوس اليوم توجهنا في استضافه بطولات الشبان ذكور وين ما حاشيش بطوله لكاب عندك مشاهدات رياضيه؟ ها؟ مش مشاهدات رياضيه سي كريم لانه البطولات هذه يا طارق بخلاف السلطه السلطه تشجعك ما عنديش حتى مشكل السلطه كي تحب تقدم انت ملفك وكذا تشجعك هذه بطولات ما تجيب بطوله افريقيا بطولات الاصاغر
يا ودي اسمعني شلون سي كريم. تفضل نسمعكم بعد العقبه عليك في ذي. بطولة الأصغر اللي ماشيين اللي تلعبت الصغريات اللي تلعبت فين في ما شاركناش فيها في غينيا ما شاركناش. شاركوا فيها أربع منتخبات معناتها الاتحاد الأفريقي قاعد يدور من بلاد لبلاد ما لقاش شكون يستضيف. لو كان استضفناه راه جبناها لتونس بكل سهولة. لو ما نستضيفوهمش باش تشاركوا فيهم ولا هذا باب لو ما باب من الاقتصاد. أنا قلت لك فما مصاريف نعرف كيفاش نوظفوهم تحكيم وغيره النزل الإقامات عندنا معناتها دير بريك باش نعملوا فيها اقتصاد. عندنا استضافة البطولات هذيا اللي توفر لنا معناتها تخلينا ما نقتصدوا في مصاريف المشاركات ونوظفوها في عنوان آخر. نجموا نستضيفوا بطولة أفريقيا 2024 المؤهلة للأولمبياد سي كريم باش تخدموا عليها ولا؟ هذيا تجاوزتنا احنا هذيا تغلق فيها الترشحات من 700. أنا قلت لك اليوم ماذا بينا ناخذوها لو كان يعطيونا ماذا بينا ناخذوها مش صعيب ياسر خاطر خذينا ما قدمناش للاسف معناها ويظل الاجيال تفاتت وكذا. انا اللي يهمني مش 2000 وما يهمنيش بطوله الاكابر. انا نحكي هنا على اقتصاد المصاريف. انا يهمني بطولات الشبان اللي هي مكلفه ومكلفه جدا في ادغال افريقيا. اليوم باش نحاولوا نجيبوا اكثر ما يمكن من المسابقات هذه لتونس. واضح قداش من مسابقه باش نجم تجيب سي كريم؟ كي تاخو اي نعرف شنو قلت كل عام انت تنظم شنو اي معناها نجيب اربع كيف اربع منتخبات ستة منتخبات ما تصرفش كيف ما تمشيش لرواندا وتقعد في تونس ديجا ما تدفعش انت 250 مليون تشارك يجيوك هما الناس فهمت تون دي كيس با دو لارجون انت تولي تصور منها تقعد كما قال لك وين قداش باش يجيك من المنتخب حتى كي تطلع متوازن حتى كي تطلع متوازنه قد راه تعرف قداش يدفعوا المنتخبات المشاركه في بطوله 120 اورو على راس على الفرد في اليوم 120 اورو ممكن العباد ما تعرفش محمد علي في الاتحاد الافريقي والدولي في كره اليد ما يعطيو مهما تشارك تهزش بطوله العالم ما يعطيوكش حتى معناها حتى فرنسا لا المال في البطولات الافريقيه هذا كل اللي يخلينا تقريبا باش نحسنوا الموارد في صوره عامه في ظرف سنه او سنتين بزوز فاصل 2 زوز فاصل 3 مليون دينار هذا يعطينا اريحيه باش نعاودوا نجدولوا الديون هذه اللي موجوده اللي رينا العدد ديون كبيره باش نجدولوا باش نحدوا اولويات في الخلاص الناس اللي عرقت وتعبت كيما الحكام حكام اي باش نجيك لهم عندهم بالطبيعه الاولويه في الخلاص وملف العجز المالي ماهوش باش يتحل في نهار او شهر او شهرين تحب له عامين ثلاثه بكل سهوله معناتها باش نجموا نخرجوا منه ونسترجعوا العافيه نتاعنا ان شاء الله تزيد تتفرد البلاد اقتصاديا باش تتفرد الناس الكل على خاطر نكمل معاك طارق باش نحكيو توا في الفلوس اما ليه باش نحكيو ليه هذاك شو يقول توا كملنا في الفلوس والامور التنظيميه والعلاقات كل شيء باش نحكيو على الامور الفنيه المنتخبات طبعا والاداره الفنيه والجمعيات زاد اللي قاعدين يقزيو في كره اليد نكملوا معاك في الموضوع هذا طارق ونواصلوا ونحاولوا نزربوا شويه خاطر كرسي ممتاز 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 ما يغرقش مريق كرسي لازم نسالك كرسي وما الكرسي التليفون سي الكرسي لازم نسال الكرسي هي حكايه الكرسي هذه وراء حكايه تفاعل مع جامعه كره اليد مش مع سي كريم اليوم سي كريم هو عنده مكتب جامعي من اجل المهام هذه على مدة سنتين وتصور عام بدينا بالمشكل المالي اليوم المشكل الأساسي في الرياضة التونسية عامة هو مشكل مالي في كل اختصاصات راه مش في كرة اليد فقط في كل اختصاصات الوحيد اللي عنده نوافذ يخرج منها هو الاتحاد كرة القدم لأنه الفيفا عائدات مالية كبيرة في المشاركة العالمية وكيف كيف في المشاركة الأفريقية لكن اليوم في نقاش سريع في البرنامج المالي النقطة الأولانية طبعا فيها الانتيتيو بيرسوني الطابع الشخصي لكريم الهلالي ومن معه في استرجاع المستشارين نجم حتى واحد يقول له لا ولا ما تنجمهاش ولا ما تعملهاش هو خذا على عاتقه وقال لك انا النجم زوز نقاط الاخرين سي كريم راهم مربوطين بالدوله بحاله الاستقرار الامني الصحي المنشات الرياضيه الرغبه في الاستضافه و و و و يعني ترتبط بالسلطه ماذا بيا يعني انا يعني اليوم نحن طاقة استيعاب نتاع القاعات 1500 و200 طاقة التأمين غير موجودة القاعات غير موجودة الكورونا ما نش عارفين نرجع ولا ما نرجعوش المنشآت الرياضية ما في الديسبلين الأخرين ما نحكيوش عليها يعني ترشيد المصاريف مثلا في استضافة التظاهرات الإفريقية أنا معاك ونحبذها وهذه دبلوماسية رياضية لبيب أنك أنت ما تصرف حتى فرنك وتعرف ببلادك للأفارقة وتقول لهم هاي البلاد لكن وتدخل لكن لهم مربوط بيا لبيك أنا نعطيك الدولة ستار في رأسيها سلطة ستار صحية وأمنية ستار في 2 جوان يعني بعد أسبوعين
باش يكون وفد من الاتحاد الافريقي موجود يقودوا نائب الرئيس خيبيا البلطاجي، وخذينا تنظيم بطوله الجامعه التونسيه لكره اليد، خذيت تنظيم بطوله افريقيا للانديه البطل. تربيا حاجه باهيه، حاجه باهيه. ما هذا مش غريب علينا ديما من عمنا ولا ذي موجود مش غريب ديما لان نحكي له على على المنشات وعلى غيره. احنا باش نطلبوا، ما تقوليش ترى لي عندنا منشات رياضيه طيبه وتليق بسمعه تونس الرياضيه. نظموا عندنا المنشات، تقول لي هكا سامحني سامحني يا سي، عندنا منشات شنو مطلوبه في بطوله افريقيا للامم؟ مطلوب زوز قاعات تاع بطوله وزوز قاعات تمارين ونزل في تونس العاصمه. اعطيني زوز قاعات في تونس العاصمه، في تونس العاصمه موجودين، لا تونس العاصمه رادس قاعة الزواوي قاعة ريانا كلهم هذوما لعبنا الزواوي وريانا معناها بطولة افريقيا يلعبوا فيهم مقابلات معناها من رادس للريانا للزواوي. يا سي كريم معناها فما فرق بعيد، منطقة استيعاب تاع 1200 وبتاع 7000 راه فما فرق بعيد. النهائي باش تلعبوا في رادس انت كي تطلب بطولة افريقيا، فما الادوار الاولى يتلعبوا في قاعات تقريبا. هذه بطولة افريقيا الانديه وبطولة افريقيا للمنتخبات، تنجم تلعب في قاعة الزواوي وتنجم تلعب في قاعة ريانا وتنجم تلعب في قاعة الزهرة وتنجم تلعب بطولة افريقيا تونس 2020 عندها برشا. وين لعبنا؟ مو لعبنا في نابل وحمامات نابل وحمامات نحكي على تونس العاصمة يا سي كريم هذاك عليه. ونابل والحمامات عندهم اختصاصات أخرى، بطولات افريقية قاعدة في الجيدو في المصارعة، ولينا نمشيو للحمامات. بكل المنزهة أنت كنت نائب في المجلس، المنزهة قاعة المنزهة شنو اللي صار فيها بعد الحريق؟ ملعب المنزهة، منشآت رياضية قاعدة تتدهور الحالة نتاعها. سمعت منذ يومين كان معايا في ولا شيء مدير عام الحي الوطني الرياضي، سألته نفس السؤال تاعك على القبة، قال لي داخلة في لابيل دوفر اللي الملعب المنزهة وتم المصادقة على اللي وباش تبدا الاشغال ان شاء الله في نهايه جوان. تعهد ان شاء الله، ان شاء الله مش نفس مصير، مش نفس مصير ملعب المنزهه عندنا سنوات به. انا سالته على القبه لان حال القبه يسخف. ايه هم القبه قالوا لنا راهي بعد الحريق تم اخماد الحريق ولاباس عليها باش ترجع بعد الجمعه. لبيب وسي كريم برشا مواضيع مشيتوا بينا لبعيد شويه، برشا 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 مواضيع في كره اليد من الرياضات اللي فرحتنا برشا، وهذاك علاش نعطيوها حيز زمني كبير. نعملوا ترتيحة صغيرة مع كرة السلة باش نرجعوا نحكيوا في كرة اليد، لأن سهرنا معنا سيد أحمد البلي رئيس الاتحاد المنستيري الموجود معنا مباشرة من المنستير، الاتحاد المنستيري اللي كان عنده جمعية كبيرة أيضا في كرة اليد، وكان زميلنا ذكر الزرافي الموجود الآن مع سيد أحمد البلي كان حارس مرمى من الاتحاد المنستيري في كرة اليد، وإن شاء الله ترجع كرة اليد في المستير لما لا، ويرجع الإشعاع نتاع الرياضة هذه وتلقى نفس الإشعاع اللي تعيش فيه اليوم كرة السلة في المنستير بعد التتويج بالكأس وبالثنائي الثالث على التوالي. ما نجموش المسترية يحلموا أكثر من هكا، طبعا تتويجات بالتمام والكمال في انتظار التتويج الإفريقي بالبال اللي ينطلق المغامرة بتاع الاتحاد المنستيري الثاني إن شاء الله فيها كما قلت تنطلق مشاركة الاتحاد المنستيري. على كل حال الحديث عن الموضوع هذا على التتويجات الاتحاد المنستيري والمشاركة في البال، ذكر الزرافي موجود مباشرة معنا من المنستير ومع سيد أحمد البير رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري. نذكركم على البال إن شاء الله باش تكون منقولة مباشرة على التلفزة الوطنية. تفضل ذكر، مرحبا بيك. شكرا لك محمد علي، تحية لك، تحية للحضور، تحية لكل مشاهدي الوطنية الأولى. حيرت المواجهة بكرة اليد، أنت كرة اليد تاريخ في المنستير، وإحنا وقت اللي نحكيو على كرة اليد في المنستير نحكيو على برشا أسماء ويعرفهم سي كريم ويعرفهم الأخين الكل، لكن توا الفترة هذه هي فترة كرة السلة. الناس خدمت اجتهدت باش تكون سنويا جمعية اتحاد اليد المنستيري ضيفة على القناة الوطنية الأولى من خلال التتويجات، من خلال الثنائي اللي تشوف فيه تتبعوا فيه ورايا، وإن شاء الله لما لا البال تكون حاضرة في مصافحة قادمة مع الوطنية الأولى لقب جيل للمنسير. البال تقريبا كل أسبوع بالتتويجات الاتحاد المنسير يتعدى الباليه نتاع المرحلة المحلية والوطنية. أي اي هذا هو الاتحاد المنستير، نستخدم هيئه مديره تخدم وناس تنشط وقاعدين معناها حاطين كل الامكانيات نتاعهم باش يوفروا ما يلزم باش تجيب التتويجات، والتتويجات في الاخير هي من نصيب المجتهدين، والاتحاد المنستير مجتهد بلائه نتاعو وبالرئيس نتاعو سيد احمد البلي اللي معنا في المباشر. في البدايه سيد احمد مبروك التتويج بالثنائي اللي ما عادش جديد على الاتحاد الرياضي المنستيري، والان السعي من اجل الحصول على اللقب رابطه الابطال الافريقيه.
يعيشك بارك الله فيك. مرحبا بالحضور كل، مرحبا بسي كريم بلالالي، نوجه له تحيه من منى السير ومبروك عليه فوز قيمته. قبل ما نبدا نحكي على المسير وعلى الباسكيت، نحب نتوجه اليوم سمعنا بالسيد فتحي بن حسن رئيس الوزاره الرياضيه وعكا صحيه، اللي في الحقيقه هو اخ ووجه من وجوه الرياضيه اللي يشرف على فريق الوزاره الرياضيه، فنتوجه له ان شاء الله بالشفاء العاجل لكل اللي هو ولكل عائلته، وان شاء الله ربي يشفيه على قريب. بارك الله فيك على الاستضافه. صحيح تعودنا كما كل سنه، هذا مش هي مديرة وحدها، هذا عباد تخدم تقريبا في الأصناف الشابة، مجهودهم زادة باش عطاونا وليدات، باش عطاونا لاعبين اللي يشرفونا ويشرفوا مدينة المستير، وإن شاء الله المشعل هذا يقعد ديما، تقعد من السير منارة من منارات كرة السلة، وهذا قاعدين نكتبوا في التاريخ والحمد لله. البال باش ينطلق الاتحاد المنسيري عنده مقابله اولى امام فريق جنوب افريقي، طمنا على الوفد الساعه، رحله طويله سيد احمد، معناها تقريبا تونس الدوحه، الدوحه اوغندا، اوغندا كيغالي، كيغالي اللي تعودت بلعبه الاتحاد سواء مع المنتخب ولا مع الاتحاد المنسيري، معناها حتى لو ريبير ولا تعمل دو ريبير في كيغالي في رواندا لعبه الاتحاد المنسيري. صحيح رحله مش معناها شاقه برشا، تقريبا اليوم كانت لنا اول حصه تدريبيه منذ ساعتين، بمعدل كل حصة كل يوم حتى اليوم اللقاء يوم الأحد إن شاء الله نهار 22. نعرفوها عملنا ومشينا وعملنا شفنا الأجواء، أجواء كبيرة ياسر بالحقيقة، خلينا نقول ما عادش كأدغال إفريقيا، معناها رواندا من أزين العواصم في إفريقيا، وزيد عليها معناها كل الفليفر كما نقولوا النفحات الأمريكانية من خلال مساهمة الإن بي أي في المساهمة الفعلية في هذه الدورة، من خلال خلينا نقول الأورغانيزاسيون كيف من خلال خاصة الإعلام الأمريكي اللي حاطط البوان تاع الكل على الدورة هذه بور ديكوفرير الستار الصغار وليدات الصغار اللي باش يفيدوا ممكن حتى الـ NBA نهار آخر، ولما لا يكون لاعب تونسي من خلال الدورات هذه نهار نلقاوه في الـ NBA على غرار صالح المجري، إن شاء الله نلقاو لاعبين كسوا من المستير السنة والعام الجاي من جمعيات أخرى. بالنسبة للرصيد البشري الاتحاد المنسيري تم تدعيمه بآثر ماجوك، تم تدعيمه بجوليوس كولز اللي سبق له باش لعب من الاتحاد المنسيري، لكن في المقابل أسامة المرناوي ما سافرش مع الفريق ده. التدعيم هذا ومن ناحية أخرى يظهر لي الاتحاد المنسيري أقرأ حسابه باش يرجع باللقب المرة هذه، معناها بعد المشاركة اللي خسرها في الدور النهائي في المرة الفارطة. سفرين نبدا باسامه المرناوي، مالوريزمون من لي تيست بي سي ار اسامه طلع بوزيتيف، دونك ان شاء الله يلتحق خلال نهارين ثلاثه دوب ما يصبح نيجاتيف ناخذوا له البي ويلتحق على اصحابه، يسيبي راتي الماتش الاول ممكن نلقاوه ان شاء الله في الديمي فينال ولا في الفينال. احنا صحه الوفد اهم من اي حاجه، دوب ما لقيناه بوزيتيف دونك يا كارتين وما خذيناش ما هزيناش معانا. لعب ترماجوك لعب معنا ونعرفوه، جوليوس لعب معنا سنة 2017. نحب نقول أنه الإمكانيات ما هيش فرد إمكانيات، نعطي تقريب فكرة للشارع الرياضي التونسي، وأنه تقريب اللاعبين الأجانب في فرق أخرى كيما الزمالك وغيرهم وغيرهم، تقريب الكلفة متاع اللاعبين هذا كلفة لاعب برك قد اللاعبين متاعنا الكل. إمكانيات صحيحة موجودة أكثر في جمعيات أخرى، ولكن الجرينتا وخلينا نقول الجو العائلي يسود اللاعبين وحب الانتصار واللي وراهونا عملناه واللي شرف كل تونسي واللي شفناه في اللي فاز كاليفيكاتيف شهرين التالي كيف معناتها تقريب كان تفاعلوا معه كل أحباء الرياضة هذه بتونس، اللي نوعدهم اللي نوعد به كل المستمعين، وأنه الأولاد كلهم يد واحدة والراية التونسية سباقة لهنا، ما عادش نلعبوا براية المنسير، الراية الوطنية هي اللي باش تكون إن شاء الله مرفوعة في كيغالي، ولما لا إن شاء الله نربحوا الماتش الأول اللي عندي أنا أصعب لقاء والماتش الافتتاحي، لأنك تخسر تروح، من بعد لي زوتر ماتش تو كل ماتش نقراوا له حسابه إن شاء الله. التلفزة الوطنية باش تكون حاضرة اللي براية اللي تقريبا كما قلت سعر اللاعب يوصل حتى ل 50 60 ألف دولار في جمعتين، معناها أسواق خيالية. دونك الفرق ما فما حتى فريق ضعيف سيرتو في التورنوا هذه في اللي فاز فينا، لانه حتى ما خذاش ما زودش روحه بلاعبين من طراز رفيع، تو خذاهم وتو صرف الفلوس باش ياخذ اللاعبين هذوما، قارين حسابنا كل شيء. وكما قلت ديما اللقاء الاول هو لقاء صعيب، وانا عندي ثقه كبيره برشا في الاولاد، ولهنا نحب نوصل صوتهم اللي كنت معهم باتصال تقريبا حوالي ساعه، وانهم معناتها ماهوش باش يخليوا حتى قطره عرق في داخلهم، بل بالعكس
باش يكونوا ابطال بحول الله وباش يشرفونا وباش يشرفوا الرياضه التونسيه. شكرا لك سيد احمد يعطيك الصحه. واكيد الاتحاد المناسيري يمثل كره السله التونسيه وهذا مهم جدا، الناس كل تبقى وراه والناس كل تدعم الاتحاد المناسيري. التلفزه الوطنيه نذكركم باش تكون متابعه للاتحاد المناسيري من خلال النقل المباشر لمقابلات الفريق في الربع النهائي في النصف النهائي وفي الدور النهائي. حظ سعيد للاتحاد المناسيري. واكيد محمد علي نرجع لك مع تحياتي لرئيس الاتحاد المناسيري احمد البني. يعطيك الصحه، شكرا لك، ذاكر بالتوفيق ان شاء الله في المشاركه القاريه للاتحاد الرياضي المناستيري. ان شاء الله بالتوفيق. والمسؤولين في الزمالك المصري قاعدين يعطيوا ويتكلموا تصريحاتهم كانهم فازوا ولا باش يفوزوا، متاكدين بالفوز بالتاج الافريقي. ان شاء الله طبعا الاتحاد الرياضي المناستيري يكذب تصريحاتهم ويكون هو المتوج في الاخيره. ونذكر انه البال باش تكون منقوله مباشره على التلفزه الوطنيه. وان شاء الله تو باش نبداو سي كريم نسقوا بعضنا طبعا مع التلفزه الوطنيه باش نقتنيوا حقوق بث ان شاء الله البطوله الافريقيه لكره اليد في مصر. واحنا نحكيو على البطوله الافريقيه، ماذا بينا تقتنيوا حقوق بث بطوله وطنيه لكره اليد بالمشوا الافريقي ساعه. اي ما تغليوش علينا، هذا هو الدعم. ما تغليوش علينا برشا يا سي كريم، تو نقتنيو تو نقتنيو. ما تغليوش عليكم بطبيعه باش يكون سعر معناتها رمزي ولولويه ليكم. تبقينا احنا لهنا في التلفزه الوطنيه اكيد تعرف مش من توا. ومنير تحكي على منير ولبيب التلفزه الوطنيه تساهم بجزء قليل في لا لا لا، هذا طبعا واجب. هو يعمل العجز والتلفزه الوطنيه هذا واجب التلفزه الوطنيه طبعا. اما وقت اللي تكون الاسوام معقوله والعلاقه تاريخيا بين جامعه التونسيه لكره اليد وتعرف والتلفزه الوطنيه ومتابعه ديما كانت عندنا متابعه باش تقعد ان شاء الله مفتوحه. هي بوابه ونافذه للمستشارين زاد معناها انت تخرج رابح والتلفزه الوطنيه تخرج صحيح. واحنا ديما كنا متابعين وفتحنا الملفات تاع كره اليد على القناه الوطنيه. سناء شفنا مقابلات الكبيره الكل تعديت، شفنا الدور النهائي نتاع البطوله، شفنا الديربيات لي كلاسيكو. ان شاء الله وان شاء الله يتواصل وان شاء الله طيب باش نجيو ها ما تحرقوش باش نحكيو بعد عليه الدور النهائي. اما كيما قلت ان شاء الله باش تواصل تغطيه التلفزه الوطنيه لكره اليد وقاعدين في مساعي ان شاء الله من اجل اقتناء حقوق بث البطوله الافريقيه. واحنا نحكيو على البطوله الافريقيه، شنو علاقتك سي كريم بالاتحاد الافريقي اريمو بالاتحاد الدولي؟ علاقة عادية اليوم، فماش أمور شخصية في الأمور، فما أمور رسمية. أنا رئيس جامعة تونسية لكرة اليد، وجامعة تونسية لكرة اليد عندها مكانتها في إفريقيا، عندها مكانة كبيرة وهي قاطرة بتاع كرة اليد الإفريقية. تتفاهم مع أريموس كريم؟ نتفاهم مع الناس الكل بالطبيعة، نتفاهم مع ريمو. ما نحبش جواب دبلوماسي، معناتها علاقة باهية مع ريمو. علاقة رسمية، علاقة طبيعية خارج الأطر الرسمية. يقول عليك ترو بومبيسيو، معناتها عندك طموحات كبيرة كبيرة برشا ريمو سكري. وما دخلوا هو في الحكاية هذه. سيدي خايف على البلاصة. معناها محمد علي. سيدي أومبيسيو. خايف على البلاصة. معناتها شنو المشكل؟ شنو الإشكال في هذا؟ أنا كي جاي آخر مرة قلت له راني لا عينتي لا في مناصب في إفريقيا ولا عينتي حتى شيء، أنا عينتي كرة اليد التونسية ترجع المدار. اليوم مانيش في تنافس، الاتحاد الإفريقي هو الاتحاد المشرف على اللعبة في إفريقيا. معناتها قدرنا ان نمر بهذا الاتحاد باش نوصلوا للعالميه، معناتها علاقتنا في كنف الاحترام وباش نسعى كمكتب جامعي وشخصيا انه تكون علاقتنا ممتازه في كنف الاحترام. لازم تكون محترمه، واحنا زاد لازم نحترموا الهياكل الدوليه ونتعاملوا معها بكل معناتها مصداقيه ونتعاملوا معها معناتها حتى اشكال. وقلت لك فما وفد باش يجي في اسبوعين وانا باش نقابل، كلمني بكري شويه ساعتين التالي مسؤول بارز في الاتحاد الافريقي هناني. واكيد اريمو ما هنكش. اريمو ما هنكش بيجي اريمو يستر. رسميه جات ولا ما جاتش؟ كان فما حاجه ممكن الناس ما يعرفوهاش، انه اريمو طالب رسميا بتاجيل الجلسه الانتخابيه، معناها حاجه خطيره برشا. ولولا معناها الاتحاد الدولي وثيقته في السيد يوسف القرطبي ما كانتش الانتخابات باش تصير. معناها اريمو سعى انه ياجل الانتخابات الى موعد لاحق
لكن لحسن الحظ انه يوسف القرطبي والهيئه التسييريه. سي مال علاش نسال انا؟ علاش نسال على العلاقه بالاتحاد؟ الحقيقه معناها ما نجمش نمسك السؤال بريء برشا. ندعوه انه يصلح معناها علاقته بالاتحاد الافريقي لانه علاقته ماشي من 2014 معناها سي كريم العلاقه متوتره معناها هذه الناس الكل تعرفها. اريمو بين ظفرين ما يحبكش برشا معناها لانه يقول انه انت تطمح لمناصب في الاتحاد الافريقي، هذاك علاش نتصور انه يلزمك انا تصلح العلاقه وترجع خاصه رئيس المنطقه الاولى، لانه المنطقه الاولى في افريقيا تعودنا انه يكون رئيسها هو رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد. سي منير انا لو كان نطمح في منصب مش شخصي لتونس بيان سور، انا نطمح لتونس وهذا قلته للاتحاد الافريقي منذ 2012 وقلت وديما مش نقعد نقول تونس مكانه في تكون في المكتب التنفيذي تاع الاتحاد الافريقي، هذا احترام للبلاد، هذا يجيب لي حزازيات مع هذا وهذاك، انا معناتها نقول راي. ولكن اليوم قلت لك ما عندي حتى اشكال مع ريمو، علاقتنا نتكلموا ببعضنا في الهاتف، فما امور رسميه وفما امور خارج الاطر الرسميه، الامور الرسميه هو انا رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد هو رئيس الاتحاد الافريقي احترام وكذا وحقوقنا تكون محفوظه، وما فماش معناتها بونتويت راهو معناتها ما هنانيش خاطر مازالت الاجال، اكيد غدوه توجي مراسله، جيت مراسله من الاتحاد العربي نتاع التهنئه، توجي مراسله نتاع الاتحاد الدولي، اليوم رئيس الجامعه بعث تقريره سي يوسف القرطبي بصفته ممثل الاتحاد الدولي، اليوم بركة العشية بعث التقرير النهائي للاتحاد الدولي وعلى اساس التوجيه معناتها ما يلزمش ندخلوا في الامور هذيا وفي الحساسيات هذيا، ولا كريم عنده مشكل هذا يقولوا فيه العباد الاخرين، انا يا خويا وقت اللي يلزم باش نعمل مشكل من اجل تونس نعمله. واضح حتى معناها قلق في الشيء هذا. ما نخاف على مصلحه كره اليد التونسيه كي تبدا انت عندك معاه مشاكل كما قال ما يحبكش. اذا كان نحبه اذا كان نحبه رئيس اضرب ورد التركين، انا ماشي هذا، انا راني ندافع على تونس، وقت اللي تصير مشكله ندافع، وقت اللي يقول لازم نقول لا نقول لا، وقت اللي لازم نقول ظلمتونا ما عطيتوناش كاس افريقيا عام 2016 نقول لا. انت جايب معك الماضي معناها نحن تو ماكيش على من هنا فصاعدا، نحكيو على علاقه قديمه متوتره، ما فماش الحب، ما فماش علاقه متوتره، ما فماش حتى علاقه متوتره، فما علاقه هيكل بهيكل وفما علاقه دفاع على مصالح، وقت اللي فما مصالح تونس في اللعبه انا ندافع. لا يلزمك تدافع، يلزمك. باش نمشيو للامور الفنيه واحده واحده وين نوصلوا في الاخير، طبعا باش نكملوا مع المنتخب الوطني للاكابر، نحب ولا نكره هو يقعد الفيترينا نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد منتخب الاكابر. خلينا قبل نحكيو على الامور الفنيه والاستراتيجيه نتاعكم لتطوير كره اليد سي كريم، خاصه على المستوى القاعدي، كنا نشوف المنتخبات التونسيه توصل مراتب كبيره على المستوى العالمي، منتخبات الشبان قاعده تبعد بشويه بشويه مع شاركوا في التظاهرات الاقليميه والا العالميه قاعدين يشاركوا خاصه على المستوى الافريقي. شنو هي الاستراتيجيه نتاعكم لتطوير كره اليد، وهل عندكم استراتيجيه سي كريم لدعم الانديه التونسيه في كره اليد، لانه الانديه التونسيه قاعده تعيش في صعوبات ماديه كبيره، خاصه منها الانديه اللي كانت ديما الممول للمنتخب الوطني التونسي على مستوى الشبان واللي خرجت برشا على مستوى الاكابر، منهم الجمعيه الام تاعك مكرم مهديري تعيش في ظروف ماديه كبيره، بني خيار، منزل تميم، المكنين، كلها انديه ومدارس في كره اليد دعمت المنتخب الاول بملاعبيه واليوم تعيش في صعوبات كبيره. شوف من بخلاف العجز المالي اللي خليته الجامعه السابقه المكتب السابق، انا لومي الكبير هو اهمال النخبه الوطنيه. لازم الناس تعرف والراي العام الرياضي يعرف وحبايا كره اليد يعرفوا اللي بعد شهر ونص او شهرين عندنا بطوله امم افريقيا للاصغر مواليد 2004 2005 واواسط بعد. لليوم للحظه هذه فريق 2004 2005 مش موجود، لم يرى النور وما عملش حتى ساعه تدريب، في حين انه منتخب مصر ينشط منذ سنتين هذا المنتخب 2004 2005 وعنده مدرب وشارك في دورات دوليه، شارك حتى في بطوله العالم المدرسيه. معناته هو بصراحه اليوم تحز في النفس وقت اللي قارنوا رواحنا بمصر، لانه ما بعدوا علينا اشواط كبيره برشا في كره اليد، كل الم صحيح العجز ليش عملنا به، لو كان جينا كوننا به اجيال والله على عيني وراسي عملنا عجز، ولكن معناش منتخبات شبان منذ اربع سنين
المركز الوطني للتكوين في كره اليد في المهدي مغلق. مغلق هو على ذمه كره اليد وعلى ذمه الجامعه وعلى ذمه منتخبات مغلق. علاش؟ لانه مانيش قاعدين نبعثوا في المنتخبات، لان مانيش قاعدين متلاهين بالمنتخبات. قلت لك منتخب 2004 لبيب لا عنده لا مدرب لا اخترنا الملاعبيه. وباش يشارك؟ ها؟ وباش يشارك؟ وهذا مطلوب منه نشاركوا بعد شهرين مش يمشي وهذا قرار ما تمشيش ما تشاركش. هذا قرار باش ياخذوه. انا نحكي لك اليوم شنو هي الاولويه سي لبيب؟ الاولويه اليوم بتاع مشروع احياء مشروع تاع كره اليد، مشروع رياضي. الجامعه التونسيه لكره اليد منذ 4 أو 5 سنوات ما عادش عندها مشروع رياضي. صحيح. مشروعنا الرياضي اليوم اللي احنا باش ندافعوا عليه وباش نحطوه ان شاء الله حيز التنفيذ، عنوانه البارز هو التكوين القاعدي. فوالا جات وقت تبارك الله مراكز التكوين في كل بلاصه والناس خالية تنحل وناس تخدم ولقينا وصلنا وعطاء اكل وشاي ذي وبعد كل شيء تحت الماء. خليني نفسر. التكوين القاعدي اليوم هو العنوان الابرز، هو اللي جبنا تلاعبين لانه ما عادش عندنا جيل ياخذ المشعل على منتخب نتاع بوغانمي ومتاع صانعي ومتاع الجيل الموجود توا في المنتخب لكن ما فماش كومش ياخذ عليه. لا 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 الروليبيزم بكل سرعه اولويه قصوى ان نبداو نكونوا في جيل. اليوم اولويتنا باش تمشي لجيل 2006 2007 مواليد 2006 2007 هذوما باش تصير فيهم عمليه انتقاء ان شاء الله في الشهرين هذوما في شهر جوان جويليا باش نلموا ونختاروا ونشاركوا الناس الكل ونخير نخرجوا تقريبا 30 لاعب من افضل ما عندنا في البلاد في المواليد هذيا نحطوهم في مركز الوطني في المهدية نحطوهم في معهد رياضة في المنزه لهنا ونكونوهم لمدة 3 سنوات دراسة وتمارين دراسة وتمارين تاع شرف مدربين القوميين نتاعهم الوطنيين نتاعهم هكاكا كيما عملنا مع جيل تاع هذا اللي قلت لك عليه بوغانمي كذا بدا في المهدية في 2006 ومحمد صفر وكل بداوا في المهدية في المركز تاع المهدية من 2006 عملنا لهم بطولة عالم أصاغر في الحمامات وبعد بطولة عالم كملوا فيها الرابعين وبعد ثالثين في بطولة العالم في 2011 احنا باش نكونوا الجيل هذايا ونخدموا ولاد وبنات باش نحاولوا نحضروهم باش على الاقل كي نغادروا المسؤولية اللي يجيو بعدنا يلقاو منتخب نواة منتخب وجيل جديد في كرة اليد. معناتها عندنا راهو اولاد وعندنا بدنات وعندنا ماتير بريمير ممتازة جدا اما ما فماش خدمة الجامعة توقفت على العمل. واضح ما فماش فلوس. به منتخب الاكابر ما فماش فلوس يا 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 لبيب مش حكيت المركز هذا تاع الدولة على ذمتك. ايجا اقعد المندوبيه تصرف عليهم الماكله وكذا والاعاشه ومعناتها عن طريق المندوبيه المركز بلاش معناتها انت باش تعطي ارجون سبور مش كيف كره اليد لبيبه تو نحن ان شاء الله فلوس هذا الموضوع هذا المندوبيه باش تصرف عليها لا هو اي باش تصرف عليه المندوبيه الخلاص نتاع الريستوراتور هو فيه شوف يا لبيب عايش خويا هذا مركز فيه والله سي كريم ذولي بعد شويه على الرياض انت تشوف حال مندوبيات الرياضه في لا اي لا هذا الموضوع لازم نحلوه مره اخرى لانه فما ناس يا لبيب كما قالك فما ناس المشرفين ومديرين على المراكز هذوما هم مش يعملوا في حد شيء وقاعدين يعطيك الصحه يا لبيب هذا مركز وطني فيه 50 فرش نار فيه كوجينه نار فيه كار فيه الدنيا الكل فيه عساسه فيه عمله فيه دونك انت تبعث له للوليدات فيه مدربين انت تبعث الوزاره تخلص الماكله وانت تخلص الفري تاع التنقل تاع الوليدات للجامعه نعرف نعرف ستكتشف على باذن الله في الايام القادمه ستكتشف بعض الامور الخاصه بهذه المراكز ستكتشف نقطة أنت وخلنا نسمع طارق زادة طارق هاي باش نمشيو المنتخب الأكابر لا 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 راهو المشكل الكل سي كريم في الإدارة الفنية خلينا نجاوب على الأندية خلينا نجاوب على الأندية وعلى الإدارة بسرعة سي كريم الوقت برشا والمواضيع برشا بسرعة المشروع المشروع فيه أيضا هيكلة الإدارة الفنية اللي اليوم فرغت تماما من الإطارات وما عادش عندها رؤية مشروعنا كونه باش نهيكلوا الإدارة الفنية الوطنية باش نرجعوا الخطط اللي تم حذفها كما مستشار فني وطني بمراكز النهوض كما مستشار فني وطني لاهي بالتكوين الإطارات كما مركز المستشار الوطني لاهي بتكوين الإطارات بالنخبة تجديد النخبة هذوما باش ناخذوهم على ميزانية المنتخبات الوطنية باش نعاودوا نحيوا اللي عملناه في 2012 و2013 كونه الإدارة الفنية الوطنية تكون عندها علاقة تعاقدية مع الأندية المكونة اللي تحكي عليهم قبل في 2012 كنت نحن في الجامعة عملنا عقود مع الجمعيات المكونة تقريبا 30 نادي في تونس الجامعة تكفلت بخلاص مدربي أصاغر
للنوادي هذية في إطار عقد مع الإدارة الفنية ومع المدرب هذية ومع جمعيته باش يخدم في إطار نفس استراتيجية. عاش موجودين هذوما سي كريم؟ حذفوا حذفوا تم حذفوا مش حاولوا نرجعوهم باش يكون فما التواصل ما بين الإدارة الفنية والأندية القاعدية. ما شو نعرف أفكار جديدة سي كريم من الأمور المالية ديما تقول باش نرجع ل 2013 باش نرجع ل 2012 نحب راهو تطور تو عندنا 2013 و2012 عندها 10 سنين والهوند تبدل. ما هو المشكلة اللي فين يا منير ولينا نحبوا نرجعوا كيما كنا احنا ما عادش نحبوا نطور ولينا 22 فريق تحب تخالفني ليلى كاو جاي تلقى اليوم بطولة ب 22 فريق الفرق اللي ما تبدل وليت ما تبدلش في التكوين احنا لا يقصد انه كان رجعت للماضي كان عملية ترقيع اللي عملته انت بعد نحاول مكاتب الجامعي اللي بعدك معناها مشى انت تو مش عاود تترجع فماش افكار جديده فماش يا ودي لازم نرجعوا للثوابت اللي نجحنا بهم هذه نحكي لك نجحنا به احنا علاش كنا وصلنا المرات المتقدمه في العالم وعلى وقتها سي كريم تو بعد 10 سنين تبدل لا خاطر نكونوا مدرسه التكوين بتاعنا قويه ثم اللاعبين بتاعنا اللي نكونوهم في سن تاع 22 23 سنين خرجوهم لاوروبا يلعبوا في البطولات الاوروبيه وذاك علاش وصلنا للمستوى العالي اليوم للاسف نازل اليوم للبلدان الخليج مع احترامي لبلدان الخليج معناتها مش هذا نحبوا نرجعوا نكونوا ونصدروا احسن ما عندنا تربيع هاي سي كريم نسمعوا راي طارق وبعد نمشيو نحكيوا على منتخب الاكابر راي طارق في تفاعل وسؤال مع البرنامج الفني كان البرنامج المالي توا في البرنامج الفني باش نسالك باش نتفاعل معاك في بعد اداري انا اداري فني انا مع الاولاد الحقيقه انه رانا في 2022 يعني الخطط حتى الاداريه تغيرت وقت نحكيوا على مصر مصر سبقتك بسنوات من لازمني انا مصر بروجرام تاع مليون لاعب كره اي لا لازمني انا مبرمج معاها على ضوء اني ندارك النقائص ونمشي بفلسفه 2022 هذا رايي الاول رايي الثاني في تداخل الاداري والفني انت كي خططت هذا الكل اداريا شنو خليت الفني تصور يجيك فني يقول لك انا ما نحبش نمشي المركز المهدي للتكوين وبالنسبه لجيل 2006 انا عندي تصور اخر في التكوين في 2022 ونحب نخليهم في النوادي والا نزرعهم في النوادي نتاعهم والا نخرجهم من السنه ذي لبرا هل انه الفني باش يكون مكبل باختيار الاداري في امر فني والا باش تعطي اليد المطلقه للفنيين في اختيار البرمجه الفنيه قلت لك ما تخلي يجيك فني مع احترامي نعرفك انت لاعب سابق لكره اليد ولعبت وامتهنت وتعرفها لكن النجم يجي فني برؤيه اخرى يقول انا ضد هذا التوجه هل الجامعه الاداريه ستقول للفني ملكه وللقانوني ملكه وللاداري ملكه والا هذا برنامج بالاستشاره مع الفنيين تنجم تقول لي لا لو انا برنامجي هذا سطرته بالاستشاره مع الفنيين قبل نتكلم في الحكايه هذه وهذا توجه الجامعه الفني الجديد طبعا حتى لو كان جاني اي فني نقدني قال لي راهو سونتر المهدي ما عادش يمشي في 2022 ماناش في قطيعنا بتواصل يومي مع الكبار الفنيين في كره اليد في تونس وتحكينا وهذه مواضيع معناتها ديما نحكيو فيها والفنيين هما اللي طالبوا بالشيء هذا حتى المدير الفني الحالي اللي كان موجود ماذا به راهو خدم شيء ما فماش فني واحد يقول لك انا ضد التكوين ما خلوش يخدم ما خلوش الفكره سي كريم الفكره اليات الفكره في حد ذاته الفكره في 23 تبدلت الامر اليات الفكره هذيك هي موجوده ما تبدلت حتى شيء اليوم فرنسا اللي هي مدرسه كبيره في التكوين في كره اليد تخدم بنفس الطريقه الى يوم الناس هذا اللي حكيته لك هذا نخدموا به يخدموا به كبرى البلدان والمدارس الكبيره في كره اليد في العالم يكونوا ثم يمشوا للبطولات الكبيره غادي يكسبوا احنا اليوم مصر يا اخي مصر شنو 2014 راهو ما عندوش برشا ربحنا مصر في مسابقتي كنا احنا هاربين بها اليوم في خمس سنين خذاو معناتها علينا اسبقيه لانهم خدموا ويخدموا بطريقه لا فما دعم دوله كبير فما دعم فما دعم دوله كبير فما دعم كبير فما دعم دوله كبير احنا يا خويا باش نسعاو اليوم كره اليد معناتها اكثر رياضه في تونس تتويجاً والرياضة الوحيدة الرياضات الجماعية اللي تنجم تنافس فرنسا والمانيا وغيرها فهمتني دونك يلزمها امكانيات استثنائية وذاك علاش احنا كان ديما رياضة مستهدفة كرة اليد نحبوا نرجعوها رياضة مستهدفة وعندنا ميزانية الأندية المستهدفة تعطيها الوزارة للأندية المستهدفة للأندية التكوين هذيك نحبوا نرجعوها عندهم سنين ما خدموش هذيك كريم نمشيو منتخب الاكابر لا ماهوش نكملوا باش نختموا لبيب ومنير باش نختموا بمنتخب الاكابر اللي ينتظر فيه
استحقاق افريقي سي كريم. وصراحه هنا تحيه كبيره المدرب منتخب الاكابر سامي السعيدي، لانه في وقت من الاوقات وقت اللي تحكي مع سامي وتسمع كيفاش معناتها الظروف الاصول اللي تدرب فيها منتخب الاكابر نتاعنا، ولو الهيئه التسييريه بالاستاذ في القرط بيحاولوا في وقت قصير انه يوفروا له مباريات وديه ويوفروا له الامكانيات، ما يوصل منتخبنا ما عندوش اكيبمون والملاعبيه تكتب في الارقام نتاعها، عيب منتخب الاكابر يكتب في الارقام نتاعو بالستيلو على ملايين، والعيب كبير للجامعه الكل، الجامعه والتونس والتونس فوالا. هاي سي كريم، انا ريت كيفكم، انا راني مازلت ما دخلتش للجامعه، مازلنا معناتها لا عملنا باساسيون ولا عملنا حتى شيء. الاسوار الخارجيه سامحني نعطيك خبر محمد علي عن المنتخب، انه قرر معناها المنتخب والجامعه الموجوده نتاع سيوسف القرطبي انه باش يشارك في الالعاب المتوسطيه نتاع وهران بالفريق الاول. وقت كانت المشاركة محل أخذ ورد، هذا اللي تفهموا معناه بالنسبة للمدرب المنتخب وسي يوسف القرطبي أنه يمشي ويشاركوا بالمنتخب الأول وتكون تحذيرية للألعاب البطولة الإفريقية. احنا هذا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات؟ هذا قبل الانتخابات، أنه يوسف القرطبي في بالوش معناتها يبدو أنه صار اجتماع الأيامات هذية والمنتخب باش يمشي. انا مع هذه الفكره انه يمشي بالمنتخب الاول ونحضروا بطوله افريقيا بالالعاب المتوسطه، لانه باش نلعبوا اربع خمسه مقابلات في مستوى محترم بالكدا. حضرنا الهدف الاول نتصور هو كاس افريقيا. تحدثت مع سامي سعيدي قلت مازلنا ما دخلناش رسميا، تمرير المهام باش يصير نهار الجمعه صباح باشراف التفقدي العامه نتاع وزاره الشباب والرياضه، ثم بداية من يوم الاثنين ننطلق في الـ في الـ في العمل نتاعنا. يعني باش يكون اول اجتماع عملنا، يعني ماخذين القطار توجهنا هو انه ندعم الفريق الحالي، الاطار الفني، الاطار الاداري الموجود في المنتخب، نحاول باش نوفروا كل الظروف، التحضيرات باية بالمشاركه في الالعاب المتوسطيه ثم بطوله افريقيا، التحضيرات باش تكون باش نوفروا كل شيء. ثم انا اللي قلته للمدرب واللي يقولوا ما نجموش ما نسمحوش لروحنا باش نكونوا يعني ريديكول في مصر، نربحوا نخسروا، هذاك كان حابين قانون اللعبه. اما تونس عندها سمعه وعندها كره اليد التونسيه عندها مستوى تتيح عليه باش ندعموا من بعد ثم يكون التقييم. منتخب الاكابر راهو هو الفترينه اللي العالم الكل يشوف بها كره اليد التونسيه، لازمنا نستحفظوا عليها. باه سميتوا روحكم قائمة بسرعة في 10 ثواني، يعني يكون توجه تونسي في المدرسة التونسية مهما كانت والا لا بعد نشوف. انا ما عنديش انا ما عنديش توجه تونسي وتوجه اجنبي، انا عندي اللي يفيد المنتخب واللي يكون معناتها يقدم بالمنتخب هو اللي يمشي معك. والفلوس يا كريم والفلوس اللي ما فهمتش. فما حلول يا لبيب، تو المنتخب مدربين في العالم، لاني منتخب مصري منتخب مصر يراني شهر في العام يخلص الشرف العام؟ يخلص الشرف العام مع التجربة سي كريم. أنا مع التجربة مدرب نجيبه احنا مدرب بشر مدرب لا يجرب بشر، خاطر ياخذوا مدرب كبير. شوف يا مدربين في العالم ما عادش يقعد راهو يراني منتخب منتخب للمنتخب الأكابر للرزنامة الدولية فيها شر يا بيبي. عندك جمعتين بطولة عالم أو بطولة أفريقيا وعندك جمعة في أكتوبر. هو يختار الملاعبية ولا عنده مساعد؟ لا يبدا عنده ستاف معاه، ستاف معاه هو يجي ياخذوا مدرب كبير. شنو هو الأفونتاج مثلا؟ مثلا يخرج لك ملاعبيه لبرا، مثلا يجي يشوف لك مقابلات دوليه على مستوى عالي، هذا اللي تعمل فيه مصر هذا توجه، مش معناه باش نمشيو فيها على التوجه، لكن هذا قلت لا المدير ما عادش عندنا وقت حتى كلمه على عام كامل. ما عادش عندنا برشا وقت، وقاعد يقول فما الحلول وما حبش يحكي برشا في الامور الماديه. قايد عليك كل شيء سي كريم، اللي ما حبوش بعد عام ولا ستة شهور نسمعوك تشكي من الامور الماديه كل شيء. كل شيء قايد عليك. انا حبيتك تستدعي الناس اللي كانوا 8 سنين وتقول لهم تعمل لهم التحقيق لما تقول لي خير. انا راني ما دخلتش للجامعه، فهمتني؟ هاي سي كريم فرحت بيا، انا جيت اليومك فرحت بيا. مرحبا بك، مرحبا بك. خايف على حكايه الكرسي. ليه كرسي لاباس؟ انا طايح من الكرسي يا ترى، انا راني هي اللي طايح منه الكل. سميتوا روحكم قائمة الإصلاح، وبرا عندكم برشا ملفات حارقة. الملف الثالث في البرنامج مهم جدا. الملفات الحارقة، الدور النهائي لكأس تونس، الدربي، هل سيلعب الدربي والا لا؟ كيفاش باش تتصرفوا في الموضوع هذا؟ الإجابة نسمعوها بعد فرج فيتير هذا من أعداد عاطف جبالي وبثينة رديتي.
التصقنا مع الاطراف الكل باش ننجحوا لادوار النهائيه ذوما في احسن ظروف. مع الاسف مع الاسف احنا ما نجموش ندخلوا في نيه العباد، ما نجموش ندخلوا في اطراف سياسيه، ما نجموش ندخلوا في مشاكل اللي هي خارجه عن الرياضه. حاجه خطيره برشا، كانوا الناس تموت نهارتها. ناس تدخل كيما الفوت كيما الباسكيت في اي مكان، ما نعرفش كيفاش قاعدين يدخلوا للصاله. انا نحمل المسؤوليه يا خويا لجنه التنظيم. التنظيم اللي دار اطراف عبيدة بالبادجوات نتاعهم اللوطه ما عندهم حتى صفه. فما ثغرات صاروا دون لو سيستيم دو سيكوريتي، معناتها اذا مش يدخل هذاك واحد يقول كيفاش، هذه نرى حذروا قبل، هذه مش خدمتنا احنا، مش هي خدمتنا احنا ما نكذبش عليه، من غير ما نحسوا روحنا زاد مسؤولين على اللي صار. انا ننزه، انا بصراحه ننزه الاعوان وننزه البوليسيه وننزههم على خاطر ريتهم كيفاش يخدموا وقبل وكيفاش يقفوا بكل كبيره وصغيره. يلزم المسؤوليه تتحملها الناس الكل، مسؤوليه مشتركه. اول حاجه مسؤوليه النوادي، الترجي، النادي الافريقي، التذاكر اللي تم اضافتها في اخر وقت، زوز فرق هذوما زاده اللي من واجبهم ياثروا الجماهير نتاعهم، زوز فرق هذوما اللي شفناهم، شفنا البونيه، شفنا العنف من مسؤولين من زوز فرق في القاعة. زوج جمعيات الترجي والافريقي ما نعاقبوهمش على خاطر تصرفات من الببليك، فما حلول. نجموا لعبوا حتى الويكلو، نجموا لعبوا معناتها لعبوا الفينال، يرجع يتلعب الفينال بين الترجي والافريقي. بالنسبه للمقابله هذه راهو القانون اذا في نطاقه في كرياضي، قانون رياضي، القانون كل مقابله تتعاود في الوقت وين وقفت بالحكام هما بيدهم، الفايدو ماتش هي بيدها، الكوره عند شكون وكيفاش كانت هي بيدها، هذا القانون شي يقول. بالطبيعه فما قرارات اخرى بتاتر تأديبية اللي باش تاخذها الجامعة.